السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في مجموعة لقاءات بعنوان رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر، طريقة الطريق لتكون مدير مشروع جيد. بنتعرض فيها موضوعات اللقاء الثاني موجود في آخره كشف بكل الموضوعات، مش كلها لا، يعني عشان يبتدي يبقى يعني الموضوع مش يعني يبقى يعني الحاجات الجاهزه، يعني 35 25 30 موضوع، وهنكمل ان شاء الله، هنحضر حاجات زياده اوفر الكلام ده كله اول. طيب لقائنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه على اسباب تعثر المشاريع. الحقيقه انا عملت البرزنتيشن قبل كده بس ايه رفضوا كلمه تعثر، بس انا بفضل ان هي ايه ان الحقيقه زي ما هي. يعني قالوا لا، خلي العنوان تحديات نجاح المشروعات واساليب مواجهتها. انا ما انا بقول اسباب تعثر المشاريع عشان نعرف كويس قوي، لان تعثر اي مشروع نبقى عارفين يعني ايه تعثر المشروع. احنا قلنا نجاح المشروع بيعتمد بيبقى المشروع الناجح بيبقى عامل ايه؟ بيعمل السكوب بتاعه وثلاث حاجات متحكمه فيه او تقول ان هو نجح. اول حاجه الكواليتي بتاعته، ثاني حاجه الكوست بتاعه او التايم بتاعه، ثالث حاجه الكوست بتاعه. ثلاثه فاكتورز دول هما دول بيقولوا المشروع يعني ايه نجح او ما وصلش للنجاح الكامل اللي هو المطلوب فيه. الحقيقه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده موضوع عملي 100% 100%. وانا بوصي برضو زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، اللي له حد يهمه يكلمه يدخل يتفرج على هذا الكلام، لان دي عصاره العمل في مصر وفي دول كتير في 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 الخليج العربي. طيب الاسباب الواقعيه لتعثر المشاريع واصل الحلول، causes of project failure and the simple solution. احنا بنقول ايه من وجهه نظر البروجكت، مش معنى ان هو خلص البروجكت هيخلص، انما هيخلص ايه؟ اذا خلص وقت زياده على الوقت بتاعه يبقى اسمه ايه؟ يعني نجح بنسبه معينه يبقى فيه تعثر. طيب لو خلص بكواليتي اقل من المطلوب منه يبقى برضه خلص لكن حصل فيه تعثر سبب ان الكواليتي بتاعته ما كانتش زي المطلوبه. طيب لو الكوست بتاعه زاد، انا بذكر واحنا شباب كان في بلد ما، يعني كان في مشروع هو تيبيكال على جانبي الطريق، الناحيه اليمين شركه من بتوعنا، يعني شركه من العالم العربي، والشمال شركه من شركه فرنسويه. كانت مده المشروع سنتين، الشركه الفرنسويه خلصت المشروع في سنتين بالظبط وسلمته ومشيت، والشركه اللي هي اللي تبعنا المصرية بصراحه شركه مصريه يعني 10 سنين عشان تخلص المشروع، وخلصت بعد 10 سنين وسلمته. طبعا ده ما حدش يقول ان ده نجح، لا. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني يا اما المشروع الكواليتي بتاعته ما طلعتش زي الكواليتي المتفق عليها، الكوست بتاعه طلع ازيد من الكوست المتفق عليه او من التكلفه اللي كانت مقدره له، التايم بتاعه تجاوز المده بتاعته. طيب الاجنده بتاعتنا فيها ايه؟ سبع نقاط. اول حاجه الانترودكشن، دي مقدمه، بعدين الكوزز اوف بروجكت فيلير، اسباب تعثر المشاريع، بعدين في الفيزيبيليتي ستاديز فيز. احنا عندنا كنا بنتكلم على البروجكت فيزز، كنا بنتكلم على ايه؟ على سبع فيزز اللي هي بري فيزيبيليتي وفيزيبيليتي. احنا حطينا الاثنين دي هنا النهارده وسميناها مرحله الدراسات، فيزيبيليتي وفيزيبيليتي. وبعدين ديزاين فيز
للناس اللي حضروا معانا وعارفوا اللي هي مرحله التصميمات، بعدين البروكيورمنت فيز اللي هي مرحله التعاقدات، وبعدين الكونستراكشن فيز اللي هي مرحله التنفيذ، وبعدين برضو في الاخر في المرحلتين اللي هي الكوميشننج اند هاندينج اوفر و المرحله السابعه اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي ايه؟ فاينل هاندينج اوفر وبوست ايفالويشن. بس احنا جمعنا التو ستاديز فيزيبيلتي ستاديز، اذا كان البري فيزيبيلتي او فيزيبيلتي في مرحله، وجمعنا الكوميشن هاندينج اوفر الانيشال هاندينج اوفر والفاينل هاندينج اوفر، جمعناهم في ايه؟ في نقطه واحده تبسيطا يعني للمسائل. طيب انتروداكشن مع الازدياد الضخم والسريع والمتوازن في حجم المشروعات، يعني النهارده حجم المشروعات مليارات دلوقتي، يعني مشروع ابو مثلا 100 مليون النهارده، يعني ما بياخدوش مشروع صغير، مشروع كبير. يعني احنا في شبابنا، يعني في يوم من الايام كنت ماسك مشروع زمان قوي، تعالوا من كام سنه عشان ايه ما 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 يعني ما تحسوش ان انا عجوز قوي كده. كان معايا مشروع يعني مقتبل حياتي كان ب 19.7 مليون دولار، ده كان معتبر، ده مشروع دولي وكان فندق كبير، كان حاجه يعني ضخمه يعني. يعني ده اعتقد يضرب على الاقل في 100 دلوقتي. مع الازدياد الضخم والسريع المتوالي في حجم المشروعات واستخدام الموارد البشريه وهي كثيره متعدده ومتجدده ومتباينه ومتضاربه احيانا. هنتكلم هنا، خلي بالنا احنا العنوان بتاعنا ايه؟ هنتكلم عشان نبقى انترناشونال بروجكت مانجر مش لوكال. انترناشونال بروجكت مانجر يعني يقدر يشتغل في اي حته في العالم. من ضمنها طبعا الخليج او اي بلد ثانيه تستقطب وبتجيب اول ريسورس. احنا قلنا في فور ريسورسز: مان باور، الماتيريال، الماشينري، والماني. فايه المان باور دي اللي هي اهم ريسورس. فدول كتير جدا اللي عندها مشروعات كتير بتعمل ايه؟ بتستقطب موارد بشريه. يبقى الموارد الخارجيه كانت متعدده ومتضاربه، خصوصا الموارد البشريه، والتي قد تكون اختلافها في الثقافات ومستخدم تقدم التكنولوجيا واستيعابات التقدم هو احد الاسباب الرئيسيه للتعب. هنا الكلام ده اللي حضر معانا ممكن يلومني ليه؟ لان انا كنت بقول المره اللي فاتت ان اختلاف الثقافات والجنسيات ده احد اسباب انك تنجح مشروعك بيه. بس انا بقول ايه؟ انت اللي تنجح مشروعك، يعني عندك سيستم وعندك نظام انت ممشيه ومشغله وجامع فيه كل الناس من الاول لاخرها، ودي احد اسباب نجاحك. لان ايه؟ انت في حاله ان عندك اختلافات في الثقافات وفي الجنسيات وفي الدين والى اخره، لما مجموعه بتاخد اجازه عندك الباقي ممكن يعوضوا لك يعني ايه غياب المجموعه اللي هي طالعه اجازه او الى اخره. طيب انما لو انا ما عنديش سيستم بقى وجايب ناس من ثقافات مختلفه ومن حضارات مختلفه ومن دول مختلفه، الكالتشر بتفرق. يعني لما اجيب كوري مع صيني مع فلسطيني مع مصري مع سوري كان من الاول لاخر، اذا كنتش انا اعرف كبروجكت مانجر اتصرف معاهم ازاي وانا شخصيا عارف انا ديرت ازاي وبدير ازاي، وان الاختلاف ده فعلا انا بعتبره جنب قوه المشروع، هتلاقي الناس بتتخانق مع بعض. هتلاقي في التيم بيلدنج بعد كده، لما هناخد تيم بيلدنج هتلاقي مرحله البرين ستورمنج هتبقى ايه؟ هتضطر وهتبقى صعبه. فنجمع مع ذلك تعثر كثير من المشاريع بشكل يجب التصدي له بعلميه وبسرعه وبقوه حتى يتم تجربه هذه المشكله. هذا الكلام انا مش هسمي بلد معينه ولا هسمي شركات معينه ولا هسمي اي حاجه. يعني فعلا كتير جدا من المشاريع في دول العربيه او دول عربيه كبرى واقتصاد قوي وحصول فيها بالمليارات حصل فيها هذه المشكله.
ويتأتى ذلك بوضع الأسس العلمية والعملية الواضحة للمشروعات المستقبلية التي تستثمر مئات المليارات من الدولارات. إحنا على قد مستوانا العادي، أكبر استثمار زي حوالي واحنا الشباب برضو أبهاتنا وجدودنا كان دايما يقولوا إيه؟ لما المعمار يتحرك البلد كلها بتنتعش، كل الناس بتشتغل، لان انت بتشتغل من ايه؟ من الدخل بتاع اللي جاي من الـ من الـ من المعمار. عمال كتير بيشتغلوا، ان كل الناس بتشتغل، كل الناس معاها فلوس، كل الناس بتصرف، فايه؟ فالمشروعات هي اللي بتسبب يعني حركه في المجتمع، يعني ايه؟ فيها رفاهيه، فيها يعني خلاص، وحتى تعرض للتعصب في بعض. المعالجه الفوريه الاسباب اللي تؤشر سابع المشروعات القائمه وسبب تعثرها. احنا واحنا ماشيين ناخد الفيزز اللي بتاعت المشروع، يعني عمر المشروع زي ما اتفقنا، زي بالظبط رضيع، طفل، شاب، رجل، كهل، مات. يعني سبع فيزز اللي هي بتوع اي حد بتاع الحاجه الطبيعيه يعني. فاحنا هناخد ايه؟ كل الفيزز اللي قعدت علينا قبل كده واتكلمنا عليها قبل كده، وايه وهنتكلم عليها واحده واحده، وكل واحده منهم فيها ايه اسباب الفشل او عدم النجاح في 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 المشروع في المرحله دي. من مبدا ان النجاح تراكمي كما الفشل تراكمي في اداره المشروعات، مش في اداره في كل حاجه، نحط طبيعتها وسماتها. فاننا قد قمنا بتقسيم دوره حياه المشروع الى خمسه مراحل. هنا بقسمه خمس مراحل لتسهيل دراسه واستعراض الاسباب الفعليه للتعثر وكل مرحله من المراحل. الكلام اللي قلناه من شويه، خدنا المرحلتين الاولانيين بتاعت الدراسه، واحده الفيزيبيليتي وواحده الفيزيبيليتي، خدناها مع بعض، وخدنا في الاخر اللي هم الكوميشننج واندنج اوفر وايه والفاينل اندنج اوفر والبوست ايفالويشن، خدنا الاثنين مع بعض، بقوا خمس مراحل مع استعراض بعض الاسباب العامه لتعثر المشروعات ككل. وفي اسباب عامه بقى يعني بتبقى ايه مع المشروع وعايشه معاه، اللي هي اسباب تعثر. انا اسف بقول تعثر، بس انا يعني ايه، انا يعني انا بحب احط اللقاء ده في اي تريننج، حتى تريننج يعني دورات التريننج اللي انا بديها في كورسات لاداره مشروعات. ليه بقى؟ عشان نحس ان احنا اللي هندرسه وهنطبقه وهننفذه هينقذنا من حاجات كتيره جدا، وده اللي هيبان دلوقتي معانا في كل فيز من اللي جايين دول، مع اقتراح الحلول لتلافي حدوث هذا التعثر. يعني احنا لما هنعمل بروجكت مانجمنت سيستم كويس شيء كويس، احنا بن ايه؟ بنتلافى حدوث هذا التعثر او هذا الايه او يعني عدم النجاح، وذلك من المنظور العلمي والعملي لاداره المشروعات. طيب، قد قام كثير من الباحثين في الفروع المختلفه لاداره المشروعات بمجهودات مخلصه متأنية جلوها صحيح وسليم وواضح. يعني اما تيجي لواحد متخصص في الدراسات، دراسات الجدوى بقى، دراسات الفنيه، دراسات البيئيه، دراسات من اول اخرها، هيقول لك والله سبب ان المشروع ده تعثر عشان الدراسات ما كانتش صح، وهو طبعا مش غلطان، هو بيتكلم كلام سليم. المتخصص في التصميم هيقول التعثر ده هيحصل نتيجه التصميم ما كانش كويس. يعني كل واحد هيرجع تعثر المشروع او عدم نجاحه لايه؟ الحاجه اللي هو متخصص فيها وفاهمها وعارفها، العدد الكفاءات، التصاميم. المتخصص في العقود، ودي على فكره دي احد المشاكل اللي هي الجامده جدا اللي بتوقع مشروعات وبتوقع شركات وبتوقع دول، الكونتراكت مانجر. عشان كده النهارده احنا زمان ما كانش اسمه كونتراكت مانجر للبروجكت، لان يعني احنا كنا بنعمل كل حاجه بنطبق القانون وبنعمل كل حاجه بنفسنا، انما النهارده مع المشروعات ومع التعقيدات ومع التراكيب الموجوده فلازم ايه؟ فالمتخصص في العقود بيدعي ان العقود هي السبب في التعثر. الناس دي كلها على حق، خلي بالنا، كلهم عندهم حق. مهندس التنفيذ بيرمون اسباب التعثر على المنفذين في المواقع. اللي بيشتغل في التنفيذ يقول لك اه، واصل كانوا بينفذوا في الموقع مش فاهمين ولا عارفين ولا متطورين، بيشتغلوا تكنولوجيا قديمه ولسه بيشتغلوا بالمحرات ولسه بيشتغلوا بالاروان، ما كانت بتعمل بهات واروان زمان وكانت بتنجح برضه المشروعات. متخصص في الهندسه القيميه عندنا الفاليو انجينيرنج، ده برضه احنا بنتكلم عليه برضه ايه، برضه امبريف برضه، لان انت كمدير مشروع لازم تبقى عارف ايه يعني ايه فاليو انجينير. هنتكلم عليها برضه من وجهه نظر
اداره المشروعات. يعني احنا حضرنا فاليو انجينيرنج سيشنز كتير قوي مع متخصصين في الخليج يعني وكده، ودارسين ما يخصنا وكويسه قوي يعني، كلها قايمه على 4 نقاط وجميله جدا الفاليو انجينيرنج يعني، جميله جميله يعني الحقيقه. الجوده يعني بتاع الجوده هيقول لك ان انت ما عندكش سيستم، دونت هاف سيستم، اللي هي كواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. وبرضه زي ما بنقول تاني، اللي ما بيفهمش في الكواليتي اشورنس اوعى يقول انا مدير مشروع. يعني الكواليتي اشورنس دي هي اللي هي جوده النظام اللي بنشتغل فيه. فلو انا مش عارف جوده النظام فيه واقدر اقيمه واعرفه، ما اقولش ان انا بقى بروجكت مانجر ولا حتى مانجر. اي مانجر يبقى عارف يعني انا مش متخصص في الاي كيو سي. الاي كيو سي تخصصها بدايه من الايزو، بتدخل على التوتال كواليتي مانجمنت، بتدخل على السكس سيجما، بتدخل على اللين سكس سيجما والبلاك بيلت بقى والجرين بيلت والماستر بلاك بيلت. ده كل ده اللي هو بتاع الايه؟ الكواليتي اشورنس اللي هي الجوده. هنتكلم عليه برضو هذا الكلام، بس برضو ايه عشان نعرفه احنا كمدير مشروع، احنا لازم نعرف فيه ايه ونهتم بيه. البلاننج وبرضو له حق. البلاننج اللي ما تعملش بلاننج صح، بلاننج اتعملنا برنامج زمني او عملنا بلاننج وحطيناه في الرف وما اشتغلش معانا وما اشتغلش معانا في المونيتورنج، لان احنا قلنا فور فانكشنز اوف مانجمنت ايه؟ احنا قلنا بدير نبقى عارفينها. بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج وكنترول، تخطيط. والايه الاورجنايزنج اللي هي ايه؟ اللي توزيع شغل الاورجنايزيشن على التنظيم، تخطيط التنظيم. والليدنج القياده، والكنترول اللي هي ايه؟ المتابعه. فالتخطيط ده اول مرحله في الايه؟ في المشروع او في البروجكت فانكشنز. لو اتعملت غلط طبعا المشروع، فاي حد مخصص في اي مجال من هذه المجالات هيقول ايه؟ ده سبب الوقوع او سبب الغلط او سبب الفشل هو الحته بتاعنا. هنا بنقول لهم اه كلكم على حق، ولان اداره المشروعات هي المظله تظل كل هذه التخصصات يمكن ان نستعرض من وجهه نظرها الاسباب المختلفه في مراحل المشروع الخمس التاليه. احنا هنتكلم على كل انواع، سواء ستادجز اللي هي الدراسات، سواء تصميمات، هنتكلم بقى ان ديتيل عن كل الحاجات اللي بنتكلم عليها دي، سواء فاليو انجينير، سواء كونتراكتس، سواء كل انواع المشاكل اللي بتحصل في المراحل المختلفه نتيجه الناس. يعني كل احنا اتفقنا ان كل الناس اللي قالوا اللي فاتوا دول اللي قالوا ان سبب الـ يعني عدم النجاح او التعثر من الحته بتاعتهم اللي هم فاهمينها، هو شايف الحته دي شايف اهميتها. احنا كبروجكت مانجر لازم اكون فاهم ان كل ما هو عندي في المشروع له درجه من الاهميه وتاثر عليه تمام. فقلنا 5 مراحل هنتكلم عليها. مرحله الدراسات اللي دراسات البري فيزيبيليتي والفيزيبيليتي ما قبل اصل الجدوى وسط الجدوى، الديزاين فيز، البروكيورمنت فيز. احنا سميناها تعاقدات لان هي الاقرب للكلمه، هي بروكيورمنت مش تعاقدات، بروكيورمنت توريدات. مرحله التنفيذ هي الكونستراكشن فيز. دايما احنا بنعتقد ان الكونستراكشن فيز دي هي دي المشروع، انما لا، هلاقي الكونستراكشن فيز دي يعني ايه؟ لو انت عملت ال3 مراحل دول صح، الكونستراكشن فيز هتبقى فيري ايزي بالنسبه لك وهتلاقي الدنيا ماشيه زي الحلاوه زي ما بيقولوا في المواقع. انما لو ال4 مراحل اللي فوق دولت، وده اللي بنقوله كوميليشن، النجاح تراكمي زي ما الفشل تراكمي. لما ببتدي بدراساتي مظبوطه، تطلع على التصاميم عاملها مظبوطه، تطلع على التقارير عاملها مظبوطه، هدخل مرحله التنفيذ الاقي نفسي ايه؟ عاملها مظبوط. هاجي بعد كده في تسليم المشروع هيبقى برضه فيري ايزي وواضح وسهل وجميل جدا. طيب كما تقدم الدراسه بعض الحلول العامه للتعثر الذي قد يكون في سياق المراحل الخمسه السابقه او خارجها. احيانا بيبقى في اسباب بتبقى في سياق المراحل الخمسه اللي فاتت دي او خارجه، وبرضه دي هنستعرضها واحنا احنا بنشتغل. ال causes of project failure. الحقيقه انا اختلست الصفحه دي من برزنتيشن انا كنت عامله في الالفينات، في 2000 كده 2001. ال causes of project failure
الحاجات العامة يعني. وهت ايه هي planning was based on insufficient data، يعني التخطيط معمول على داتا مش كافي. لما اعمل planning مش على داتا مظبوطة او على داتا مفترضة او على داتا حقيقية، ده بيسبب يعني ايه، ان بيتسبب ان المشروع ما بيبقاش صح. planning was done by planning group only، ده خطأ جسيم جدا وللاسف كتير بيقعوا فيه. يعني انا بيرسونالي في مشروع في مصر، مشروع من الشيخ، مشروع كبير جدا، كنت انا تكنيكال اريا مانجر، انا كنت بعمل بلاننج. البلاننج ما ينفعش اعمله لوحدي، على الرغم من فضل الله انا يعني ايه ممكن اعمله لوحدي، لكن ما ينفعش. ليه بقى؟ انت عندك الكونستراكشن مانجرز، عندك التكنيكال يعني المعماري الانشائي المدني الاي ام بي، كل واحد من دول ده حتى يعني لو تقدر ياخد الداتا اللي عند المراقبين يبقى كويس قوي. اللي ايه؟ ما يبقاش بلاننج جروب بس، ما يبقاش ناس بتوع بريمافيرا بس اللي بيعملوا الكلام ده. لا، البلاننج للمشروع لازم عناصر المشروع الاساسيه اللي بيشكلوا اكتيفيتي لازم يشتركوا مع بعض في عمل البلاننج بتاع المشروع. البلانر بقى هيعمل ايه طول فتره المشروع؟ هياخد الداتا دي من اول لاخرها وهيعمل لها سكيدولينج، وبعدين هيحمل الريسورسز عليها، وده هنتكلم بقى هنتكلم عليه لما بنتكلم على ايه، على مانجنج ريسورسز والتايم مانجمنت والكوست مانجمنت والكلام ده كله من الاول لاخر. هياخد الكلام ده كله بقى ويحوله لايه؟ لطرق للاورجنايزنج بقى والليدنج والكنترول للمراحل اللي جايه في المشروع. بروجكت استيميتس ار ميد اون هيستوريكال داتا. لما باجي اعمل بروجكت استيميتس يعني تقدير اسعار او تقدير تايم، باخده من ايه؟ من هيستوريكال داتا، من تواريخ قديمه. ده انا السقف في المشروع الفلاني كنت بعمله مثلا في شهر، اعمله هنا في شهر. لا، انا شخصيا في سقف عملته في شهر، وفي دبي كان السقف بيخلص في اسبوع. كان عندي اثنين تو بروجكتس، كنت ماسك شركه في تو بروجكتس تاورز كل اسبوع، وعامل منافسه ما بين الاثنين مديرين البروجكتس مديرين المشاريع، كل اسبوع مخلص سقف. فمحدش يعتمد، معقول انا مش ده هنا، انا مش بلغي الخبره هنا، بس اي مشروع اعتمد على الخبره واعتمد على الحسابات. عشان كده برضه في البيرت دي بروجرس ايفالويشن اند ريفيو تكنيك، كان زمان كانت لوحدها، وبرضه دي احدى الطرق انك تقدر التايم بتاع المشروع بايه، بشكل يعني ايه علمي برضه، يعني اللي هو مفيش تاكد من الموضوع بس انت بتعمله بشكل علمي يعني. resource planning was inadequate، يعني تخطيط الموارد ما كانش مظبوط، ما كانش كافي. جيت اقول مثلا انا هعمل شغل معين مثلا ب 10 عمال، وهو اصلا محتاج 20 او محتاج 15 مثلا. كان محتاج مثلا 100 متر خرسانه، انا حسبته مثلا 80 مثلا. كان محتاج فلوس مثلا 2 مليون، وهو اصلا محتاج 3. يعني لازم يتعمل حساب مع الخبره، يعني كل واحد يقف كده يفكر كده، المتر المسطح هيتكلف كام، المتر الكعب هيتكلف كام. ده كويس، بس ده يبقى ايه؟ فيري بريليمينري استيميشن. انما لازم اقعد بقى اجيب الدي او كيو واحلل جزء جزء، واعمل بلان بتاعي على ايه؟ على واحسب التايم، هيبان لنا بعد كده ان شاء الله. People does not see themselves as one team. دي بقى دي نقطة خطيرة جدا. لو أي حد اشتغل مع شركة ما بتعرفش عربي، طبعا مش أنا معتز جدا بعربيتي ومصريتي وإنسانيتي وكل حاجة، لكن أول حاجة بص بقول لك إيه؟ Cooperation، التعاون. يعني اللي بيرفض التعاون او ما بيحسش ان هو لما بيتعاون بيبقى سعيد، وبيبقى يعني ومنتج ومجهود بيبقى احسن، ده يعني ايه؟ مش هينجح مشروع، او مش هينجح فيه. لاقي از وان تيم، يعني كل الناس اللي بتشتغل في المشروع هاز تو بيهيف از وان تيم، وكله خايف على بعض، وكله خايف على مشروعه، وكله بيشتغل از وان تيم،
ودي برضه هنفرق ما بين التيم والايه والجروب، يعني في فرق بين دي برضه ان شاء الله في ايه في 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 في, في, في التيم بيلدينج. في التيم بيلدينج هنتكلم عليها برضه، دي هتبقى برزنتيشن برضه كويس جدا. People are constantly pulled off the project. بتبقى في شركه ما ولا حاجه كل شويه ايه بتطلع واحد من المشروع عشان تودي مشروع تاني، يعني التيم مش ثابت في المشروع، فيعني بيطلع من هنا يروح هنا، بيطلع من هنا يروح هنا، فده كلام ايه مش مظبوط. The project is not tracked against the plan. وده الشغل بقى بتاع الايه؟ بتاع البلانر during the project، بيبقى tracking against the plan. احنا عملنا بلان، قعدنا مع بعض كمهندسين كمسؤولين عن المشروع كميكانيكا كهرباء مدني معماري لاندسكيب اي حاجه بروكيورمنت انجينير، يعني كل انواع الاكتيفيتيز اللي هي مطلوبه بيعمل ايه بقى؟ بيعمل تراكنج اجينست ذا بلان. انا عملت السكيدول، طبعا السكيدول عليه كل الريسورسز عليه، فلازم وانا بشتغل بعمل تراكنج اجينست ذا بلان. ده اللي هو في الايه؟ زي ما قلنا بلاننج اورجنايزنج ليدنج كنترول. ده بقى اللي هو ايه؟ الكنترول اجينست ذا بلان. انا بعمل مونيتورنج وكنترولنج للبلان اللي انا عملته، واطبق بيه واشوف هل انا التايم بتاعي ماشي مظبوط ولا مش مظبوط، هل انا الماني بتاعي اللي انا شايفه اللي هو بيعمل الكوست مانجمنت ريسورس مانجمنت كلهم بيبقوا عارفين ان انا كل حاجه تبقى تراك اجينست ذا بلان. People lose sight of the original goals. ان الناس بتفقد يعني الاهداف الاصليه، يبقى في هدف اصلي ان هنخلص المشروع بتاريخ كذا بالسعر الفلاني بالكواليتي الفلانيه، طبعا مع ثبات السكوب يعني. طيب سينيور مانجر ريفيوز تو اكسبت رياليتي، يعني انا مدير مشروع بيتقال لي مثلا المشروع ده عايزين نخلصه مثلا في سنه خلاص، انا حسبته لقيته في 15 شهر، حسبته بالكراشنج بكل حاجه، يعني مستحيل باي تحت اي بتاع يخلص في اقل من 14 15 شهر 15 شهر. يقوم السينيور مانجر يعتقد ان هو لا اضغط واعمل ولازم يخلص في سنه، ممكن يخلص في سنه بس هيقع منه ايه بقى؟ كسب التايم. الحاجتين التانيين هيبوظوا منه اللي هم ايه؟ الكوست والكواليتي. وده في حاجه اسمها فاست تراك في المشاريع هنتكلم عليها بعد كده برضه، دي نظر ايش يعني في مشروع فاست تراك ببقى محتاج ان انا عايز اخلصه في وقت معين، لازم يخلص في يعني مرتبطين بحاجه بحاجه معينه ولازم تخلص كفاست تراك، ويبقى ديزاين وبيلد مع بعض. فده ده سيستم تاني غير اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. بتكلم عليه دلوقتي ان سينيور مانجر اللي هو السبونسر بتاع البروجكت بيرفض ان هو ايه يتعامل مع الواقع او يرضى بالواقع. بول بارك استيميتس بيكام اوفيشال تارجتس، يعني اي استيميشن يعني تتعمل بتبقى اوفيشال تارجت، يعني دي واحد يعني مثلا، ودي بتحصل وحصل قدامنا قريب يعني، في مثلا شركات بيبقى عندها تارجتس، ودي ايه بتبقى لكل ثلاث شهور، الشركات اللي هي منتجه اللي بتشتغل خصوصا الشركات الاجنبيه يعني بيبقى له تارجت معين في اي مجال في اي قطاع، في البترول في كونستراكشن في اي حد، يقول لك انا التارجت بتاعي في الثري مانثز في الكوارتر الاولاني والثري مانثز دول ان انا انفذ شغل سي مثلا ب 100 مليون خلاص. طيب انت لا عندك امكانيات تعمل كده، ما عندكش الريسورسز بتاعتي و و و و وما تقدرش تعمل هذا الكلام، ما تقدرش. انما هو بقى بينشف دماغه وما يديش ما يحققش ما يجيبش ما يغيرش ما يحضرش الريسورسز اللي هي المطلوبه انه خلص في هذا الموعد، وتبقى دي اوفيشال تارجت بحيث ان هو يجي في الاخر اخر الكوارتر الاولاني اللي هو ما يحققش فيه مثلا ال 100 مليون دول يقول لا ده احنا فشلنا، لا فشلناش احنا من الاول خالص عملنا ايه؟ بول بارك استيميت. نو وان از ان تشارج. لما تخش في مشروع كده وكل واحد يقول لك وانا مالي دي مش شغلتي انا ماليش دعوه
ده فلان تعرف ان ايه ان هذا المشروع مآله الى الايه الفشل الذريع. طيب هنبتدي بالايه بالفيرست فيز اللي هي مرحله الدراسات اللي هي ايه البريفيزيبيليتي والفيزيبيليتي. دي مرحله اوليه في بدايه اي مشروع، وعلى نتائجها توقف نجاح جميع المراحل التاليه للمشروع. دي بالظبط زي هرم، ببني هرم او ببني بيت، ده الاساسات بتاعته. انا عملت الاساسات غلط البيت كله هيبقى غلط. فدي بالظبط زي انا زي ما ببني بيت او 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 بربي طفل. لو الطفل لو انا ما اكلتوش صح وربيته صح وعملته صح عمره ما هيبقى شاب كويس ولا عمره ما هيبقى راجل كويس ولا يعني. فالمرحله الاولانيه في البدايه هي دي اللي هنتكلم عليها. اول حاجه بتبقى دراسات الجدوى الفنيه. هل المشروع بتاعي ده مجدي فنيا؟ بتشمل دراسه تفصيليه لعناصر المشروع والقيمه الفنيه المضافه بانشاء هذا المشروع. لازم يبقى فيه قيمه فنيه مضافه للمشروع ده. انا هعمل كوبري مثلا في حته معينه، لازم يبقى فيه قيمه مضافه حقيقيه. مش هعمل كوبري عشان تعرف في دماغي ان انا اعمل كوبري. انا ابني عماره مثلا، لو ان انا عايز ابني عماره، لا ممكن ابني عماره في حته مش هتتباع. يعني اجي في منطقه شعبيه واروح اعمل عماره خمس نجوم. فلازم الجدوى الفنيه، او اجي في حته يعني مستواها عالي واعمل مساكن شعبيه. يعني دي دراسات الجدوى الفنيه يعني. وبرضه من الناحيه الفنيه حاجات كثيره جدا. انا بتكلم على المباني على اساس ان احنا يعني ايه دي اقرب حاجه لينا وغالبيتنا بنشتغل في الكونستراكشن. انما دي في اي مشروع، حتى مشروعات الاي تي. هل مشروع الاي تي اللي انا بعمله ده هل هو مجدي فنيا؟ يعني اللي عمل المشروع بتاع الجي 5 كان مجدي عامل الاول خالص عارف ان هيبقى مجدي فنيا. هيبقى اللي بيصمم الروبوتس هل هيبقى مجدي؟ لازم في الاول خالص يبقى ايه الجدوى الفنيه. بعدين الدراسات البيئيه، تعني بانواع التاثير البيئي المختلف سواء على منطقه المشروع او على البيئه بوجه عام. يعني هل انا المشروع اللي بعمله ده البيئه هنا environment اللي هي ايكولوجي. ايكولوجي الفرق بين الاثنين. يعني البيئه دي ممكن تبقى البيئه بتاعت المشروع نفسه اللي هي الانفايرمنت بتاع المشروع. والانفايرمنت برضه الانفايرمنت الثاني بقى اللي هي الايكولوجي اللي هي ايه المناخيه او البيئيه. يعني دي المتعلقه بايه بالمناخ. يعني هل المشروع اللي انا هعمله ده هيفسد البيئه اللي انا فيها المنطقه اللي انا فيها؟ هل هيسبب لها في ايه انواع الاضرار اللي هتسبب لها فيها؟ هو مفيد ولا مش مفيد؟ النهارده برضو لازم مدير المشروع يبقى عارف يعني ايه جرين بيلدنج، يعني ايه سستينابيلتي، يعني الليد مثلا يبقى عارف يعني ايه الليد، يعني ايه قواعد الليد، يعني كان الجمل الاخر يبقى عارف. لان النهارده الليد يعني بتطبق من زمان. يعني انا عملنا مشروع في مره في يعني مش عايز اسمي بقى دول، انا في الخليج يعني مش انا مش في مصر يعني. وكان من اوله خالص انفايرمنتال يعني ستادي مظبوط وماشي مطبقين مبادئ الليد عليه واحنا بنبنيه مش حتى بعد ما يخلص. الدراسات المروريه تعني دراسه التاثير على المرور والطرق سواء المحيطه بالمشروع او بشبكه الطرق العامه. يعني اجي في حته كلها حواري واعمل تاورز، ما هو مرور ايه اللي هينفع؟ ودي برضو يعني لازم يكون في تكامل. يبقى في يعني احنا كناس بنشتغل في المشروعات في الكونستراكشن وخلافه واي مشروعات لازم نبقى عارفين ان في استراتيجيك مانجمنت لاي حته. فما اجيش في حته زحمه جدا وازيد الزحام عليها لان خلاص بتقتل الاماكن. طيب في دراسات استراتيجيه ودي المفروض بتسبق اي حاجه. خلي بالنا يعني اي مدينه قريه مشروعات اي حاجه يبقى عنده دراسه استراتيجيه. دي اللي هي تبقى دراسه عامه والتايمنج بتاعها 5 years او اكتر. يعني استراتيجي دي حاجه لونج تيرم. ومشاريع الزراعه اللي تبقى استراتيجيه، مشاريع السياحه، اي مشروع في الدنيا لازم تخضع للدراسه الاستراتيجيه. واي مشروع يتعمل بقى من جواها لازم يتطابق معاها ويتفق اتفاق كلي للمشروع مع التخطيط الاستراتيجي العام للمدينه او المكان المزمع عمل مشروع عليه او لاي حاجه.
يبقى في التخطيط الاستراتيجي هو ده الاساس اللي لازم ابقى كومباينج معاه، ابقى انا متفق معاه وبعمل في خلاله من خلاله. ما عنديش اخر تخطيط استراتيجي واجي في ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. وعلى ما اذكر احنا يعني في السبعينات ما كانش ينفع ان انا اخد ترخيص مباني الا ما يوافق عليه في المحافظه اللي هو مدير عام التخطيط الاستراتيجي. هل اللي هيعمله ده ماشي يمشي مع التخطيط الاستراتيجي ولا مخالف ولا الى اخره؟ وبياخد حاجه اسمها فاكت شيت. فاكت شيت دي فيها كل الشروط المطلوبه عشان يعمل المبنى ده. هل في الاريا في المنطقه دي هل هو مثلا نسبه المباني، نسبه الفوت برنت مثلا 60% من الارض، 70% 40% 30%، ارتفاعات المباني قد ايه، اشيل من كل جنب قد ايه. يعني دي الفاكت شيت ده بيطلع من الدراسات الاستراتيجيه اللي بتاخد القواعد دي وبياخدها اي واحد عايز يعمل مشروع عشان يبقى جواها ما يخرجش بره. دراسات الجدوى الاقتصاديه، لازم المشروع يبقى موجود اقتصاديا. يعني هو حتى النون بروفيت اورجانيزيشن لازم يبقى لها دراسه جدوى، دراسه جدوى اقتصاديه. يعني الجدوى الاقتصاديه مهمه جدا لان هي اللي بتحرك كل المشروعات. انما مش معنى ان هي اللي بتحرك كل المشروعات ان انا اعمل دراسه جدوى اقتصاديه والغي اي حاجه ثانيه. الكلام ده مش صحيح. كل ده في دراسات ثانيه كتير قوي قوي، في ترافيك ستاديز، كل حاجه. يعني كل في دراسات كتيره جدا في المرحله دي اللي هي بتبقى مرحله ايه؟ البريفيزيبيليتي والفيزيبيليتي. وثاني دراسه الجدوى الماليه والارباح التي تعود على مالك المشروع كذلك، فتحدد مستوى خصائص ومواصفات المشروع على صيغه مختلفه. يعني الجدوى الاقتصاديه، انا بعمل مشروع اسكان فاخر وبعمل اسكان مثلا متوسط او اسكان شعبي مثلا. لو بتكلم على الاسكان، لو بعمل كوبري مثلا او جسر او اي حاجه، هل الكوبري اللي انا بعمله ده هيبقى مجدي اقتصاديا؟ هل المرور اللي هيعدي عليه طبعا هيعدي عليه بضائع و الى اخره. دي دراسات، ودراسات حقيقيه مش 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 مش, مش افتراضات، حقيقيه وموجوده في العالم كله النهارده. وعندنا ان شاء الله في ان شاء الله يعني ويراعى في هذه الدراسه تناسقها مع البيئه الفعليه والواقعيه المحيطه بالمشروع. يفضل عمل الدراسات المبدئيه لاعمال هندسه القيمه. هنا يعني في ناس كتير بتقول لا، هندسه القيمه ما بتتعملش مرحله الدراسات. انا شخصيا يعني لما بدات يعني اتعرف على هندسه القيمه دي من حوالي مثلا 12 يعني من 12 ل 15 سنه، حسيت ان هو في ناس كتير بتعتقد ان هندسه القيمه دي بعد ما تخلص الديزاين بتاعك وبعد ما تحط البي او كيو وبعد كان ده من الاول بتبتدي علشان تقدر ان انت هندسه القيمه بصه للايه، للفاليو بتاعت البروجكت. هل الديزاينر وهل الفلوس اللي صرف عليه ادينج بروبر فاليو، مش كاتين كوست. نخلي بالنا مش كاتين كوست، احنا بنتكلم عليها بعدين ان شاء الله في وقتها. فكنت دايما بقترح ان الدراسات اللي هي الفاليو انجينيرنج تبقى في مرحله الدراسات الاول خالص، عشان هتساعد في تحديد انا همشي ازاي. وضع قواعد الالتزام بقواعد المباني الخضراء الجرين بيلدينجز في المشروعات. يعني انا لو عايز اعمل جرين بيلدينج لازم تبتدي دراسات الجدوى بتاعي معايا من هنا. الجرين بيلدينج قد يكلف زياده شويه في الانيشال كوست، ولو ان انا يعني عن تجربه ولا زياده شويه ولا حاجه. ده يعني المفتح والليمتر الصح ما بتبقاش زياده كتير ولا حاجه، ده اذا زادت يعني اصلا، بالعكس احيانا ممكن تكون اقل. كذلك طرق الانشاء،
يعني لازم برضو في الوقت ده، هل انا هشتغل ازاي؟ يعني ممكن اشتغل بايه؟ من اول ان انا اعمل حوائط حامله، لان انا اعمل مثلا خرسانه مسلحه، كولمز وبيمز وسلابز والكلام ده كله من الاول لاخره، او هعمل مثلا سليب فورمز لو انا عندي تاور، او تيبل فورمز، او دوكا سيستم، يعني تبع طرق الانشاء تتحط هنا بقى. انا بتكلم ممكن على الحاجات الخصوصيه اللي هي بتبقى واضحه، وطرق الانشاء في حاجات كثيره جدا. يعني ممكن الاساسات، الاساسات الطرق هتبقى ايه؟ هتبقى بايلز، هتبقى فوتنج فاونديشن، هتبقى رافت. يعني لازم الدراسات دي من الاول خالص يعني. ومده المشروع عرفتها بالجدول الاقتصادي. يعني ربط مده المشروع دايما بيبقى ايه؟ مع الدراسات دي، كان هو الاخر يعني مرتبطه بالدراسات دي. بعض المشاكل بقى في مرحله الدراسات، المشاكل ممكن حصرها عموما في عدم الدقه في اعداد الدراسات وتحديثها واعداد المستندات الخاصه بها، وممكن صارت بعض هذه المشاكل في هذه المرحله كالتالي. الدراسات دي دراسات متخصصه. يعني انا ما اجيش انا دارس وعارف واقدر اعمل الكلام ده من الاخر، لكن ما اجيش ادعي ان انا هعمل كل الدراسات دي من اولها لاخرها كواحد. او لو انا في شركه يقولوا لي بقى اعمل بقى انت كل الدراسات اللي هي بتاعت المشروع ده، كلام مش مظبوط. انك لان كل تخصص في تخصص دقيق وما استخسرش في الدراسات. يعني هنبين يعني دلوقتي واحد، انا بدأ افكر مثلا في الايه، في السستينابيلتي او في الجرين بيلدنج. مش احنا فاهمين، لازم ابقى فاهم انا كمدير مشروع ابقى عارف، انما مش يعني زي النظام السائد في عالمنا اللي احنا عايشين فيه. لو انت اقترحت اي اقتراح على رئيس مجلس الاداره وعلى المدير بتاعك او اي حاجه، قد ممتاز اعمله. هو انا بعمل اقتراح عشان تقول لي اعمله جنب شغلي؟ لا، انا يعني انا شفت حاجه معينه، حضرتك بقى تدرس وتفكر وتكلف بقى مين اللي يعمله. يعني ممكن اقترح حاجه انا مش متخصص فيها. يعني انا لقيت حاجه مثلا في الكهرباء واقترحتها، ما تقوليش اعمله. فيعني دايما في اعتقاد، وده برضو دي احد ال 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 يعني عدم التوفيق قوي بالنسبه لاي واحد بيدير مشروع او بيدير مؤسسه او بيدير شركه، ان اي حد يقترح عليه حاجه يقول له ورينا بقى همتك بقى واعملها لنا. ودي بتحصل معانا لغايه دلوقتي. غياب التخصص الدقيق اللي عمل الدراسات المختلفه، عشان كل نوع من هذه الدراسات له ابعاد واعماق تستلزم خبرات طويله ومتعمقه. وكل ما كان يعني دراسه الجدوى الفنيه غير دراسه الجدوى الاقتصاديه، غير دراسه الجدوى المروريه، غير حاجات كتير جدا، دراسه النقل دي مهمه جدا، ان انا معدات المشروع وخامات الكلام ده كله ده لازم يتعمل له بلان احيانا. ودي عدت علينا برضو، يعني تضطر احيانا انت توطي طريق تحت كوبري مثلا، لان انت معده جايه لك اعلى من الكوبري، بتقفل طرق وتفتح طرق يعني دي خبرات، ولازم نحترم كل واحد بخبراته. يعني عدم وضوح الدراسات الاستراتيجيه لعمل المستويات الاداريه في الشركات والمؤسسات، ودي مشكله بقى. انا يعني ايه، انا مش بلوم حد، ولا انا بقول حد غلطان، ولا يعني ده مش موضوعنا. موضوعنا ان انا علشان اعمل اي مشروع لازم اعرف التخطيط الاستراتيجي بتاع المنطقه اللي انا قاعد فيها ايه. يعني الخطا اللي حصل مثلا في ده مش كلام في السياسه، ان انا الاقي مثلا منطقه زحمه جدا وعلى طرق مثلا 7 متر و8 متر، وطلع تاور 20 دور و22 دور واتبنى واتعمل، ده طبعا ده لا علاقه له باي تخطيط استراتيجي ولا باي منطق. فعلى موضوع الدراسه الاستراتيجيه لعمل المستويات الاداريه في الشركات والمؤسسات والتشاريين، حتى يتمكن حتى يمكن مراعاه التخطيط الاستراتيجي عند عمل الدراسات اللازمه للمشروع، والعمل في اداره التخطيط الاستراتيجي العام. زي ما قلت في اول نقطه، ان احنا ايه؟ ان التخطيط الاستراتيجي عشان لاي مبنى بيطلع منه حاجه اسمها الفاكت شيت، اللي هو الخصائص بتاعت المبنى اللي انت هتعمله. الفوت برينت بتاعه قد ايه؟ المساحات اللي هتتبنى قد ايه؟ هتسيب من كل جنب من الارض على المبنى كام؟ او كان اقرب حاجه المبنى، لان في حاجات طبعا كل مشروع له كيسز، ما
اشياء زراعيه مختلفه، اعرف تربيه الحيوانات، في نفس البيزنس. لكن بعد شكل رغبه حتى الدراسات، عدم وجود جهه تنسيقيه موحده يكون لديها بيانات دقيقه للاعمال البنيه التحتيه كلها. دي برضه مشكله. يعني انت يعني مصر ممكن تلاقي نفسك بتعمل مثلا طريق او بتعمل جسر او بتعمل نفق، اما تيجي تدرس الديزاين بتاعه ما حدش بيكلف خاطره ويروح على 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 الطريق نفسه او على النفق نفسه او على الجسر نفسه اللي بعمله او الكوبري اللي انا بعمله. عايز يكلف خاطره يشوف تحت المحور بتاع هذا الطريق اللي هو هيبقى هبني عليه عليه النفق او الجسر او كلام من اخره، هل تحتيه كابلات؟ هل تحتيه مواسير ميه؟ هل تحتيه مواسير صرف صحي؟ هل تحتيه مواسير مثلا فايبر اوبتكس؟ يعني دي نقط مهمه جدا، ان انا لازم الديزاين بتاع او الدراسات بتاعتي تبقى تبين لي انا تحتيه ايه؟ يعني انا ممكن الاقي مثلا خط ميه رئيسي تحت مشروع، يبقى انا ممكن قوي ان انا اغير المسار، لان هلاقي ان انا لو غيرت خط الميه الكبير ده الرئيسي اللي بيدخل بيعمل الكلام ده هيعلي لي سعر، هيبقى امبليكيشن عالي على المشروع او امبليكيشن عالي على الفانكشن بتاع بقيه الحاجات. هيقطع الميه مثلا عن مدينه مثلا شهر عشان اغير هذا الكلام، عشان اعمل له مثلا انقله في حته ثانيه. يبقى لازم الدراسات دي كلها من اخرها تبقى ايه؟ تبقى موجوده، ويفضل انها تبقى في حته واحده. الكلام ده الحقيقه انا شفته في دول عربيه برضه. في مكان تروح له تاخد جميع بياناتك، جميع بياناتك من طرق، من مجاري، من ميه، من كابلات كهرباء، من اي نوع، كل حاجه موجوده مدفونه، لها داتا ولها رسومات ولها داتا كامله في جهه واحده بتاخدها مره واحده وتخلص نفسك مشروع. يعني ما تقدرش تجري ورا كل هيئه ورا كل شركه ورا كل حاجه مسؤوله عشان تعرف فين، وما بتوصلش برضه وما بتاخدش حاجات سليمه. في حال القيام اي جهه بتتطور هذه الدراسات السابقه فيعتبروها عامل التكلفه وعامل الزمن. لا. وذلك عدم اقتناع بعض المسؤولين باهميه هذه المرحله ونتائجها على نجاح المشروع. دي مشكله كبيره جدا جدا، ان بيبقى صاحب المشروع او المستثمر او البروجكت اونر مش مقتنع ان لازم الدراسات دي تتعمل، او المسؤول مثلا مسؤول كبير بصرف النظر هو الليفل بتاعه فين، مش حاسس باهميه مرحله الدراسات فيزيبيليتي ولا مرحله الدراسات، ولا وما هوش حاسس ان دي هتاثر سلبا على نجاح المشروع وتاثر ايجابا لو اتعملت صح، وتصير النتيجه الى سرعه القيام بهذه الدراسات بتكاليف غير مناسبه. يعني يسترخص يقول لك الله، طب ما انا عندي مثلا مهندس فلان، ما هو يعمل لي الدراسات دي كلها من اولها لاخرها، وانا متاكد انه هيعملها، خلاص يقوم يديها له او يكلف اثنين ثلاثه من عنده ما عندهمش فكره عن الكلام ده كله، مثلا يدوروا عليها في كتاب، يدوروا عليها في اي حاجه، وهم يعملوا الدراسات دي ويوفر فيها. مما يؤدي الى عدم اتمامها بالاحترافيه المطلوبه وعدم الحصول على نتائج تفيد المشروع في المرحله المستقبليه. وطبعا دي حاجه نفسيه، ان انا لما يعني صاحب المشروع هيقول لي اعمل لي الدراسات دي ومش عايز يديها للمتخصص، مش عايز يصرف عليها ولا كم اقول اخره، هتلاقي كده الموظف او المكلف بهذا الكلام عايز يعمل الحاجه اللي ترضي هذا الايه؟ هذا الكاستمر او هذا السبونسر. فعمر ما بتيجي كده، وما حدش يستخسر في دراسه ان يصرف على مراحل الدراسات، لان دي في منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه. الحلول المقترحه بقى لمشاكل مرحله الدراسات. قبل ما اتحرك بقول حاجه، لو انا النهارده جيت في مشروع وعملت الدراسات دي وصرفت عليها 200,000 جنيه على مشروع سي ب 200 مليون جنيه، خلاص
طب وانا بعمل الدراسات دي من اولها لاخرها، لقيت ان المشروع مش يعني مش كويس، ما هوش يعني ايه يعني دراسات الاقتصاديه الجدوى بتاعته ما هوش مجدي اقتصاديا او فنيا، او بيأثر على البيئه بشكل وحش او الى اخره. لا اتحرج، ولازم ان انا يعني ايه انا كمسؤول اخد القرار ان انا صرفت ال 200,000 جنيه دول انا ما صرفتهمش وضاعوا، لا ده انا ال 200,000 جنيه اللي صرفتهم دول انقذوا لي 200 مليون جنيه كانوا هيتحطوا في المشروع ده، والمشروع ده ما كانش هيفيد الفائده المرجوه. نخلي بالنا دي نقطه مهمه جدا، يعني ما حدش يعتقد ان الصرف التصريف على الدراسات هو ده صرف وراح. يعني انا لو ادرس مثلا مدينه او صرفت كذا مليون، لا لو هي المدينه ما تنفعش او هي هتبقى الامبليكيشن بتاعها هلاقيها بعد كده مش كويسه او عماره حتى هلاقيها فيها فنيا مش كويسه، اقتصاديا مش كويسه، كل حاجه مش كويسه، لا ده انا ابقى واضح وصريح واقترح واقول رايي بصراحه، اخواننا هذا المشروع ليس فيزيبل بالمره. خلاص؟ وما اتحركش ان انا اقول وي ار سوري احنا صرفنا ال 200,000 جنيه دول، بس ال 200,000 جنيه دول مش خساره، لا دي انقذت لي ال 200 مليون جنيه اللي كانوا هيضيعوا على المشروع ده. فلازم نفكر بهذا الاسلوب. نمره اثنين، حلول مقترحه للحل، استخدام مكاتب متخصصه سواء محليه او اجنبيه لعمل الدراسات النوعيه عنها سابقا، وعدم ممارسه هذه المكاتب الاسعار المقدمه منها للحد الذي يؤثر على جوده الدراسه. ما هو السر؟ انا في بلد من دول الخليج، وبلد يعني قويه جدا، يعني قدر لي ان انا اقعد في جلسه كان فيها ناس اللي هم حتى ما بيطلعش اساميهم في الصحافه والكلام ده كله، لا الناس اللي بتيجي تاخد المشروعات من فوق بقى، قاعدين بقى اتنين بيكلموا بعض وبتاع، قاعدين بايه بيهزروا بقى وبيتريقوا ان يعني ايه ان احنا كان المفروض الدراسات المبدئيه دي هتتكلف مثلا 300,000 جنيه بلاش جنيه، هي مش جنيه الحقيقه، هي حاجه يعني عمله خليجيه يعني، بس مش عايز اقولها عشان بس ايه برضه ايه ما نجيبش سيره حد. 300,000 ورفضوا يعملوها ومش عارف ايه، وقال لك يلا اتكل على الله وروح المشروع، قاعدين بيضحكوا انت فاهم بيقولوا ايه؟ احنا مش هنخسر حاجه، احنا كمقاولين وكمهندسين هنخسر حاجه، احنا هنعمل مدرسات وهناخد فلوسنا وهنمشي. ف يعني ايه نخلي بالنا ان الدراسات لازم تتعمل صح، مكاتب متخصصه محليه او اجنبيه، ما نستخسرش فيها ولا نفاصل فيها ان انا يعني هوفر مثلا 20 ولا 30 ولا 50، لا يبقى انا وبرضه معايا ما احنا في سوق، يعني لو هعمل مثلا ار اف بي ريكوست فور بروبوزل اللي هو الطلب المستشارين يعملوا دراسات او الى اخره، ده هيبقى انترناشونال، هتجيني ناس من جميع انحاء العالم وهقدر اقارن صح واعرف ده فين وده فين وده فين وده فين وكل واحد بالعرض بتاعه هقدر اقارن. يعني احنا ما يعني احنا من فضل الله سبحانه وتعالى نقدر نعمل هذا الكلام، مش موضوع يعني، انما الغيها او افاصل او استخسر دي لا. واعطاء الرعايه والاهتمام بنتائج هذه المرحله واعطاء الوقت الكافي، ما هوش بقى لا ده المشروع ده لازم يتضل الاسبوع الجاي، لا لازم التفاصيل دي تتعمل المطلوب مهما كانت خبرتي في المشروعات، ما هوش ده زي الفلان الفلاني وده هيتعمل الفلان الفلاني، لا لازم تاخد الدراسه الكافيه بتاعته للحصول على دراسه كافيه ومسهبه ومفيده. طيب عمل عشان ده الوجه في ايه في مجال ايه؟ ايه حلول مقترحه ان انا احل مشاكل وحاجات الدراسات؟ عمل مركز معلومات يشمل جميع بيانات البنيه التحتيه وجميع المرافق والقائمه المستقبليه. لازم يبقى مركز معلومات لكل انواع المشاريع. يعني مركز معلومات للمشاريع الزراعيه. وفاهم التخطيط الاستراتيجي وفاهم احتياجات الفعليه مثلا للمكان او للبلد. في دول لو حبيت تزرع، وده مثال انا قلته برضه في البرزنتيشن قبل كده بس مش مع البرزنتيشن ده.
ان لو انت عايز تزرع بلد معينه يعني برضه هنا في ميدل ايست واكيد في العالم كله، انا بس لو كان ميدل ايست اللي انا اقرب حاجه ليا واللي انا يعني ايه يعني اشتغلت فيه كله يعني. يروح يقول مثلا عايز ازرع 5 فردين طماطم. انا بالنص قلت نفس المثل، يدرسوا عندهم يشوفوا هم المفروض السنه دي طلعوا قد ايه انتاج طماطم عشان سعر الطماطم ما ينزلش، وعشان الطماطم ما تترميش في البحر ولا في الترعه ولا تتساب الا لما تنشف. خلاص؟ يقول لا انت فاضل بس 2 فدانين طماطم تقدر تزرعهم، والثلاثه اللي فاضلين يا تزرع بنجر يا تزرع بصل يا تزرع توم يا تزرع، عندهم ناقص في هذا الكلام. في حاله واحده بس لو هو جاب لهم ان انا لا انا مش ده مش السوق المحلي بتاعي ده، انا هعمل الكلام ده للتصدير. هذا الكلام مش خيال ولا قريت في كتاب، لا ده مطبق عمليا في بعض الدول اللي حوالينا او في العالم كله. فيعني ايه هذا الكلام مفيد جدا لكل حاجه، غير ما انا مثلا ازرع حاجه واجي ابص الاقي نفسي بسيبها ما بشيلها خلاص، يعني ان انا تكلفه شيلها 2 جنيه والسعر السوق بتاعها جنيه اسيب خلاص، يبقى انا ربنا عوض عليا بقى وخسرت الزرعه دي وخلصت. وفي اي مجال وفي اي مجال يعني بفتح محل مثلا في حته اتملت او يعني في اي مجال لازم يبقى ايه يبقى في التخطيط الاستراتيجي هام جدا. في حاله ثبوت ان الدراسات السابقه تاتي بنتيجه ده كان كنا بنقوله دلوقتي ان المشروع غير مجدي، فانه يتم عرض ذلك على المستويات الاعلى دون تحرج. يعني انا بتبع مثلا رئيس مجلس اداره معين بدون اي حرج، وانا مثلا مدير مشاريع او مدير دراسات في مكان معين بلا اي حرج اشرح هذا الكلام بمنتهى العلميه وبمنتهى الثقه، لان ما فيش مش مصلحه حد ان المشروع يقف، ده بالعكس. فلما اكون انا درست دراسه علميه ودرست دراسه عمليه ودراسه حقيقيه وثبت ان المشروع ده ما ينفعش، يبقى اقدمه بشكل علمي وبشكل محترم وبشكل واقعي للمستويات الاعلى. المستويات الاعلى لازم تقتنع بهذا وبدون احساس بالذنب لانه قد تم صرف المبالغ على هذه الدراسات، لان عدم الاستمرار في عمل المشروع في حاله كهذه واجب وطني والحفاظ على المال العام والخاص. الكلام كنت بقوله من شويه، اللي انا صرفته على الدراسات والمشروع وقف عند مرحله الدراسات ده مش خساره، ده انقذ لي راس المال اللي كان مستثمر في هذا المشروع، وبدل ما ابني لما حصلت كتير ومش في مصر بس في اي حته اعمل حي كامل حي كامل واجي في الاخر ما يتسكنش فيه شقه. مرحله التصاميم دي المرحله الثانيه في هذه الدراسه، وتعتمد وتقوم على نتائج المرحله الدراسات السابقه الصح. لما انا عملت الدراسات اللي فاتت من اول اخرها طلع عندي داتا. يعني الدراسه البيئيه بتشترط شروط معينه، الدراسه المروريه بتشترط حاجات معينه، الدراسه الاقتصاديه بتشترط شروط معينه، الهندسه القيميه بتشترط شروط معينه، كل دراسة من الدراسات اللي فاتت بتديني ايه؟ نتائج معينة. مجموع النتائج دي كلها بتقول ان المشروع ده كويس. يلا بينا. يدخل مرحلة ايه؟ التصميم. اللي المرحلة الثانية. طيب. المرحلة الثانية دي بقى ايه؟ ايه المشاكل بقى الرئيسية اللي فيها؟ لو جيت انا كمصمم عدم اخذ بالاعتبار نتائج مرحلة الدراسات السابقة. ان انا بقول تبقى افتكرت ان انا بقى الخبير اللي ما تولدش زيه ولا اتعمل خلاص. لا، اي كل الدراسات اللي اتعملت قبل كده اذا المصمم للمشروع ده في كل انواع المشروعات ما اخدش بيها وحطها كلها في الاعتبار، يبقى دي بقى الفلوس الحرام اللي اتصرفت. لازم اي مصمم ياخد كل الدراسات السابقه في المرحله السابقه اللي عنديه ويعمل التصميم بتاعه عليها بما فيها الفاليو انجينيرنج سيشن، بما فيها الانفايرمنتال افكت، كل الكلام ده كله عشان هو بيصمم المنشا بتاعه او المبنى بتاعه او المشروع بتاعه يعمله ايه طبقا للدراسات الفعليه اللي حصلت في مرحله الدراسات اللي قبل كده. طيب، على الاهتمام بالرفع المساحي الدقيق لموقع المشروع
حتى تتم اعمال التصميم مطابقه للواقع ومطابقه فعليه، مطابقه فعليه مما يؤدي الى مطابقه مستندات المشروع مع الواقع نفسه. دي برضو للاسف مشكله عامه. يعني انا يعني انا مثلا بعمل ديزاين، بعتمد بقى على يعني لوحه قديمه، على مثلا على حاجات مش اكيوريت. انما انا لو هرفع، لو انا هصمم عماره، انا بيرسونالي وانا بصمم عماره، زمان كنا بنعمل كده زمان، بروح ارفع العماره، برفعها ده بايدينا، ده بالشريط طول وعرض ومحور وكل حاجه وزيوديت، يعني رفع دقيق جدا. ليه؟ عشان لما اجي اشتغل، بشتغل فعلا على الاريا دي. انا طبعا بتكلم على عماره لانها دي ابسط حاجه، انما لما اجي اعمل مثلا مدينه لازم يترفع رفع فعلي، لان المدينه دي فيها مكونات، فيها حي صناعي وفيها حي تجاري وفيها حي سكني وفيها حي مدارس وفيها حي جامعات، فالكلام ده كله بيتعمل بشكل ايه؟ بشكل دقيق. الاهتمام بالرفع المساحي بدقه، يعني ما افترضش حاجه، انا بعمل طريق او هعمل كوبري مثلا على طريق، لازم ابقى رافع الطريق ده وكل الطرق اللي حواليه على كافه المحور بتاعه من اوله لاخره، وابقى عارف ايه الانفراستراكشر اللي قدامي او اي حاجه قدامي، عشان وانا بعمل الديزاين اعمل حسابي ان انا اخدها في الاعتبار وانا بعمل التصميم. عدم وجود دراسات كافيه للتربه التي سيتم التاسيس عليها، نفس الحكاية. يعني في ناس يعني بتتشطر على النقاول او بتتشطر على الكونستراكشن، تقول له والمقاول المسؤول عن جميع الاساسات وجميع الرسومات وجميع التصميمات ومر عليه مراجعتها و و و الى اخره. ليه؟ لان ما عملش دراسات كافيه. المفروض ان الدراسه اللي تطلع من مرحله التصميم دراسه سيف واكيوريت ومصممه تصميم صح. خلاص؟ احد الدراسات ايه؟ انا بعمل عماره مثلا، معلش انا اسف بتكلم دايما برجع بقول عماره او بتاع، هي ايه؟ يعني بعمل مستشفى، بعمل فندق، بعمل جسر، بعمل كوبري. لازم اكون دارس التربه بتاعتي شكلها ايه؟ لان ممكن اجي في حته الاقي ان التربه متدمره، واجي ابص الاقي نفسي مثلا هصرف عليها خوازيق عشان امشي المنطقه دي باكثر من سعر المنشاه نفسه واكثر من سعر المشروع، وما تبقاش سيف. فلازم دراسات بتاعت السول ميكانكس او الفاونديشن بتاعت اي مشروع. انا بتكلم على الجزء برضه اللي هو في الناس كتير اللي حتى تعمل من قبل ما انزل المشروع ده للكونستراكشن، من قبل ما اطلب ريكوست فور كوتيشنز، وبعدين اقدم عايز مقاولين، لازم دراساتي تكون كافيه ومظبوطه وصحيحه، وما ارميهاش بقى احطها في التعاقد والمقاول مسؤول عن انه يتاكد من الدراسه، يتاكد ويقول صح، انما يتاكد ويلاقي الحاجه اللي معموله على اساس افتراضي واساس اي حاجه. لا، عدم دقه التقويم، هي تقييم الاستشاريين لتصميم المشروعات، ان كل يوم من المشروعات استشاري متخصص. يعني في ناس متخصصه في تصميم الطرق، وفي ناس متخصصه في تصميم المستشفيات، في ناس متخصصه في تصميم الفيلات، بتكلم على حاجتنا، في ناس متخصصه في الهاي رايز، في ناس متخصصه في تصميم برامج الاي تي، في ناس متخصصه في تصميم البرامج الزراعيه او المشروعات الزراعيه، في ناس فكل واحد لازم ان انا اعرف اقيمه ازاي، في اسس للتقييم. ودي ان شاء الله برضو هيكون فيها برزنتيشن، يمكن مش مجهزه لكن انا عامل الكلام ده كتير قبل كده، اجمع الكلام ده كله باذن الله في تقييم الاستشاريين وتقييم المقاولين، وازاي اعمل الاسس بتاع تقييم الشهادات وتقييم المقاولين، ان شاء الله تكون برضه احد انواع البرزنتيشنز او اللقاءات اللي هنعملها مع بعض. عدم تدريب القائمين على مراجعه التصميمات في الجهات المختلفه على مراجعه التصميمات. في اداره التصميمات حد ذاته
علم متخصص بذاته يلزم التدريب عليه. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا يا اما الاونر، انا اونر وعندي الطاقم بتاعي اللي بيدير لي الشركه بتاعتي، او انا عندي بي ام او البروجكت مانجمنت اوفيس اللي بيدير لي هذا الكلام. لازم يبقى عندي ناس متخصصه في مراجعه التصميمات. بمعنى ايه؟ انا جايني تصميمات معماريه، تصميمات انشائيه، تصميمات الكتروميكانيكال، لاندسكيبنج، طرق الى اخره. خلاص، لازم يبقى عندي ناس متدربه على كيفيه مراجعه التصميمات. الكلام ده انا بقول الكلام ده اللي احنا فعلا عملناه ومارسناه. اداره التصميمات نفسها لها كورس، يعني مش يعني يعني اسمه اداره يعني ديزاين مانجمنت، ولها كورسات وبتاخد كورسات يعني انا ما بديهاش عشان بس ما حدش يقول ان انا يعني بعمل دعايه. انا ما بعملش دعايه لحد ولا حتى لنفسي، يعني يعني ما بعملش دعايات بلقاءاتنا دي. اللقاءات دي لها هدف واحد، احنا بنحاول ننشر الكالتشر، ثقافه اداره المشروعات، لان احنا احساسنا بعد ما يعني وصلنا لعمرنا اللي احنا عشناه والشغل اللي احنا عملناه، ان احد المشاكل الرئيسيه في عالمنا هي الاداره وكل ما كانت الاداره السليمه. والدول اللي نجحت ما نجحتش غير بالاداره، عدم مش والدول والمؤسسات وكل حاجه نجحت غير بالاداره. عدم تدريب القائمين على مراجعه التصميمات في جهه اداره التصميمات، ده تصميمات حد ذاته علم متخصص يلزم التدريب عليه. يعني انا ما جيتش مهندس قديم، مهندس قديم بس ما راجعش التصميمات قبل كده، ما اقدرش اعتمد عليه. نخلي بالنا لازم يكون واحد متخصص عارف كويس قوي. في دلوقتي الحقيقه بالنسبه للكونستراكشن في برنامج البيلدينج انفورميشن موديلنج، ده ريح الدنيا خالص. ده بيخليك خصوصا لو اخذت كل الدايمنشنز بتاعته، دول بقى اساتذتنا يبقى مثلا شمس عمر، الناس اللي هم في البيم اريبيا دول يعني اساتذه طبعا. ده ريح المواضيع كويس قوي، غير ما احنا كنا بنراجع معماري مع الانشاء الاول، نشوف العمدان سيستم العمدان والكاميرات والكلام ده اخره ماشي مع المعماري ولا مش ماشي. ده راجع مع مثلا الالكتريكال سنتيشن والمادة والكلام ده كله، مثلا الميكانيكال، هل في دكتات، في اي حاجه، في حاجات بتدخل في السقف، في حاجات لها محتاجه يعني الكلام ده كله. البيم بيحله وبيحله فيري سموث، وده من الحاجات الجميله جدا. والبيم طالع بقى له مده كبيره، اللي هو الريفت اللي هو بتاع الرسومات، مرتبط بكل حاجات فيه. ده باكج عبقري، والناس اللي بتشتغل عليه دول الحقيقه دول مستقبل الكونستراكشن في الدنيا بحالها، ودول اللي بيقودوا وهيقودوا ان شاء الله المرحله دي، مرحله التصميمات. ودي بتتطبق ابتداء من المشروع، هو فكره بتعدي كل البروجكت فيزز وبتتنقل للاوبريشن بعد كده، لان برضه دي مش بره السياق، دي جوه السياق. احنا بنعمل البروجكت ده بيبقى فكره، انا عايز اعمل مصنع مثلا حديد وصلب، فبعمل طول ما هو فكره لغايه ما اخلص مصنع حديد وصلب اسمه ايه؟ اسمه بروجكت. خلصته بدي بقى للايه؟ للاوبريشن اللي هديره عشان ينتج الحديد. انا بقى فكرت في ايه؟ في فندق، بوديه للاوبريشن. فالبيم الميزه اللي فيها بتاخد جميع ما يتعلق بالمشروع من ساعه ما هو فكره لغايه تديه الاوبريشن، والاوبريشن بيشتغلوا عليه برضه، بيزودوا عليه وبيستخدموه. وده من البرامج العبقريه، والناس اللي قايمين على البيم دول يعني ما شاء الله عليهم، ويعني ايه، ودي حاجه مهمه جدا. ويعني الكلام ده احنا يعني الريفت والبيم سامعين عنهم من اوائل الالفينات، يعني 2001 2002
اكيد طبعا من قبل كده، بس يعني ده انا لحد ما انا بدات اعرف ما كانش طبعا زي دلوقتي. دلوقتي بقى جميل جدا، وفعلا في شباب ان شاء الله عليهم. فالبيم ده ريح جدا موضوع التصميمات، ومربوط بيه بقى البلاننج، ومربوط بيه كل حاجه كل حاجه. طيب مراحل التصاميم، بعض شكل في مرحله التصميم عندنا عدم وجود برنامج زمني وخطه من استشاره التصميم وبين فيها الانشطه التي سيقوم بها متابعتها وسط اصحاب المشروع. يعني المهندس الاستشاري او المهندسين الاستشاريين لازم يبقى معمول برنامج واضح وصريح. انا هخلص مثلا المعماري ال 10% امتى، ال 30% امتى، ال 60% امتى، ال 90% امتى، هبتدي اشتغل في المقايسه امتى واخلصها امتى، هبتدي اعمل الرسومات الانشائيه مثلا لازم تبقى بعد مثلا المعماريه مثلا 30% تبتدي يشتغلوا مع بعض وهكذا. يعني لازم يبقى في خطه من استشاري التصميم. ممكن واحد كونسلتنت، جنرال كونسلتنت، واخد الكلام وعنده هو بقى في مكتب التخصصات المختلفه دي، او بيبقى اتفاق ما بين المكاتب وبعضها ان هي هتعمل هذا الكلام. خلاص؟ يبقى انا لازم يكون في برنامج زمني وخطه واضحه للاستشاري اللي واخد المشروع لعمل التصميمات دي. عدم قيام الاستشاري بعمل خطه عامه لتنفيذ المشروع نفسه في مراحله المختلفه. يبقى دي نقطه من النقط اللي يعني مش عايز اقول انا ضد ان انا اقول ان احنا جيلنا كان احسن والشباب، بالعكس انا شايف الشباب احسن مننا والامكانيات اللي بيدوهم احسن مننا وبيهتموا بنفسهم بيبقوا احسن مننا بمرات عديده جدا يعني. لكن النقطه هنا في ايه بقى؟ انا وانا بعمل ديزاين، احنا كنا زمان مثلا انا عايز اعمل مثلا مبنى جامعه، عامل حسابي دي هتتنفذ ازاي؟ عايز اعمل مبنى، عايز اعمل فندق، هتتنفذ ازاي؟ خصوصا الناس بعمل خرسانه، هل انا هعمل مثلا شغل العادي يلا نجاره عاديه بقى ورطزانه وعروق ويعني شغل الخشب العادي، او مثلا ببلاي وود عادي، او هعمل مثلا شدات معدنيه، او هعمل مثلا تيبل فورم، او مثلا هعمل، لازم اكون عارف كويس قوي انا الخطه العامه تنفيذ المشروع ازاي. لو المشروع مثلا مش مجرد خرسانه ومباني والى اخره، في حاجات تانية ملحقه بيه، له مثلا مثلا زي مشروع من المشروعات اللي احنا كنا اللي عدينا عليها وعملناها، ان انا عندي التكييف مركزي لمجموعه مكاتب، يعني في مكاتب شركه بترول ولها عامله كومباوند للمكاتب بتاعتها، التكييف نفسه معمول له مثلا 5 6 شيلرز وبيضخوا الهواء بيطلع ايه؟ يتبرد، يخش على الـ على الـ على كل يونت. يعني ما بتعملش الشيلر بقى في 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 في, في, في عماره واحده او الى اخره، لا كان كومباوند كامل يعني. فلازم الاستشاري يعرف ده امتى وده امتى وده امتى وده امتى. عشان كده اللي بيعمل خطه لاي مشروع او لاي حاجه لازم ان هو ما يعملهاش لوحده. ما فيش حاجه اسمها خطه تنفيذ المشروع او بلاننج يعمله بلانر لوحده، لا لازم كل الفريق اللي هيشتغل يكون مشاركه في هذا الكلام. والكلام ده كله موجود في الايه، في الاجايل بقى، وفي الحاجات اللي هي الحاجات السيستمز الجديده يعني في اللين كونستراكشن مانجمنت وفي الاجايل والكلام ده كله. عدم التنسيق الدقيق في المكاتب الشرعيه بين فريق العمل فيحرص عدم تطابق وتضارب بين الرسومات وبعضها. لغايه دلوقتي بيجي لك رسومات في الموقع، تلاقي المعماري مش ماشي مع الانشائي، مش ماشي مع الالكتروميكانيك، لانه عملها. انا مش ضد التراديشن، لا يعني انا يعني ما يعني احنا عشنا هذا الكلام وعارفينه وكل حاجه يعني ما يعني اللي ملوش قديم ملوش جديد. ففي تضارب بين الرسومات وبعضها لغايه النهارده، وبين الرسومات والمواصفات وجداول الكميات.
مشاكل موجوده لغايه النهارده. يعني تلاقي الرسومات مكتوب عليها مواصفات معينه وكاركترستكس معينه سواء للماتيريال سواء لاي حاجه، وتبص على المواصفات تلاقيها مخالفاها، وتلاقي البي او كيو اللي هو جدول الكميات غيرها. فدي يعمل لك مشكله. لما لو الكلام ده عدى بقى من الدراسات والتصاميم والكلام ده من الاول لاخره ودخل بقى، والمقاول دخل اخده، لا الله يرحمه المشروع ده يعني هيتعمل فيه ما لا يعمل، هتضطر بقى يعيش كل الكلام ده تاني عشان يعمل شوب دراونج هيتعذب وهكذا، وهتشيل بقى الهم بقى كله، وده هيتعب الناس كلها، هيتعب المشرف، هيتعب المقاول، وهيتعب الكلاينت، وهيتعب الناس كلها والاخر، مما يؤدي الى تعطل مشروعات منذ بدايه تنفيذها في الموقع. احنا كل ده لسه مرحله التصاميم. هتستحمله؟ مرحله التصاميم، بعض المشاكل الرئيسيه في مرحله التصاميم على الارض اعتبار طريقه التنفيذ، انا كنت بقول عليها دلوقتي، وضع اطار عاملها ضمن مستندات العقد والشروط الخاصه، عدم تفعيل ضروره التامين عناصر مؤهله وكافيه في عقود الشهرين والمقاولين. انا لما باجي اقيم استشاري عشان يعمل لي مثلا فندق، مثلا فندق معين، لازم اشوف تاريخه في الفنادق ايه، واعرف الناس اللي عنده ايه، واعرف بيستخدم ايه. هل هو مثلا، مش هقول يعني، انا شخصيا مؤمن ان لازم يكون في بيم، لازم دلوقتي خلاص يعني، يعني ده بقى زي الايه، ده الحاضر والمستقبل. وبرضه ده مش ضد التراديشنال، لا المفروض اي مهندس كان بيشتغل في الديزاين وكان بيشتغل في التكنيكال اوفيس وبيشتغل في الكونستراكشن عموما لازم يعرف يعني ايه بيم، ولازم يعرف انه في متخصصين فيه. دي مش على فكره، دي مش دعايه للبيم اريبيا ولا لاي بيم، ده دي حقيقه واقعه، واللي ما يعرفهاش يعني زم على جنب. هنا بقى لازم قبل ما اكلف، لازم اكلف استشاري انه يعمل لي مشروع، لازم اتاكد تماما انه عنده عناصر مؤهله وكافيه ان هي تنفذ هذا المشروع، وعنده من الخبرات وينفذ هذا المشروع. والمقاول نفس القصه، خصوصا النهارده انت عندك المقاول لازم يبقى عنده حاجات كتير جدا، لازم يبقى عنده تكنيكال اوفيس، يبقى عنده كونتراكت مانجر، لازم يبقى عنده كيو اي كيو سي، لازم يبقى عنده اتش اس اي، لازم يبقى عنده بلاننج، لازم كل الانواع التخصصات بتبقى عنده. وبرده انا عشان برده انا ما حدش خاف من الموضوع ده، يعني انا لو عندي مشروع مثلا 20 30 مليون، انا مش هجيب الناس دي كلها اوظفها عندي، انا ممكن واحد بارت تايمر يعمل لي هذا الكلام ويجيني مثلا يوم في الاسبوع ولا حاجه معينه او يومين، يعني بقدر المسؤوليه اللي عليه. انما في ناس هتبقى قاعده متخصصه، في ناس يعني التيم نفسه يبقى في ناس اللي هو بنسميه ماترس اورجانيزيشن، يعني ممكن انا يبقى عندي خمس ست مشروعات وفي بلانر ولهم بلانر، يعني مثلا عندي خمس ست فيلات، مثلا خمس مشروع فيلات، يعني مش محتاجين غير بلانر واحد ان هو يديرهم، يعمل لهم السكيدولز بتاعتهم والريبورتنج بتاعهم، وكل اسبوع بيعمل لهم مونيتورنج وبيعمل بيراجع الكلام ده كله من اول اخر. فلازم اي استشاري واي مقاول لازم اتاكد ان عنده عناصر مؤهله وكافيه لانجاح المشروع. ما لقيتهمش، مش عايز اقول لكم على حاجه، اذا غلط ودول كانوا موجودين في العقد بتاعك اسحب منه العمليه، لان اللي ما عندوش هذا الكلام مش هيقدر يعمل لك المشروع، ولا هيقدر يكمله لك، ولا هيقدر يعمله لك صح. هنا نقطه المفروض في العقود برضو، عدم النص في عقود المقاولين والاستشاريين على وجود كافه التخصصات لضمان نجاح المشروع. يعني في ماتيريال انجينير، يعني شو انا دلوقتي هنعدي على كذا حاجه، انا متاكد ان في شركات كثيره جدا جدا هتلاقي ان المكان اللي بقوله ده اول مره يسمع، مع ان ده كلام قديم جدا. لازم يكون في ماتيريال انجينير، ولازم يبقى كونتراكت مانجر، مدير عقد. مدير عقد ده من يعني موضوع خطير جدا، مدير عقد ده المفروض ما فيش دوكيمنت يدخل للمشروع الا ما مدير عقد يقراه ويبص عليه، ما فيش خطاب يطلع من مخلوق لبره الا ما يكون مدير عقد بص عليه، لان كلمه واحده في خطاب ممكن تكلف الشركه وتكلف كتير جدا، ومش اي حد بيكتب او اي حد بقاله
20 30 سنه بيشتغل هيقدر يعمل شغل بعمر مدير عم يبقى شاب عنده مثلا 30 35 سنه ومتخصص وما يفوتش منه نقطه، وده مهم جدا. طيب مهندس مرور ده مهم جدا برضو. ليه؟ يعني مثلا احد المشروعات البتروليه اللي احنا نفذناها هنا في اسكندريه كان جاي لنا تاور بتاع تكرير بترول اللي هو بيسموه ايه نسيت والله مش عايز دماغي نقعد افكر فيه. ده كان لازم جاي من الميناء كامل جاهز طوله لا يقل عن مثلا بدون مبالغه مش اقل من 60 70 متر. ده علشان يجي من الميناء ويدخل اللوكيشن بتاعه ويتحط على القاعده الخرسانيه اللي احنا عملناها وفيها جوايط 2 بوصه مثلا 20 25 جوايط في القاعده بتاعته 2 بوصه. كان في ونشين اولا عشان المهندس نور دي بقى عشان يطلع من الميناء وماشي في الطرق. طبعا مش اي عربيه، ده في عربيات طويله جدا وعربيتين ثلاثه ممكن عربيتين ثلاثه وراء جرارات، يعني مش عربيه مش طلعت فيها بتاع لا واحد بيسوق قدام ووراه جرارات شايله هذا يا ربي معلش مش مشكله شكله. المهم دي ده انا بتكلم على واقع وبكلمك على وقائع وعلى تجارب شخصيه عشان تعمل وبعدين تدخل جوه الشركه. فعشان تعدي مثلا ده الكلام كنت بقوله في الاول في كباري اضطرينا ان احنا نهبط بالطريق اللي فيها عشان تقدر تعدي لان ارتفاع الباسوره اللي كانت معموله اللي هي مكونه اللي بتاع كانت اكبر من الكلير ديستانس بتاعت من الارضيه للكوبري. فاضطرينا نعمل ايه هذا الكلام. في حتت هيلف فيها هيلف يعني الجامد اللي بيلف فلازم بيدرس الطرق قبل ما يجي. مش هستنى وبعدين اجي اشوف الطريق هيعدي منين لان انا محدده هيعدي منين. لما وصل بقى الموقع اتكسر باب المصنع عشان يعرف يدخل. وبعدين اثنين تاورز تاور كرينز واحد 1000 طن واحد 400 طن، ال 1000 طن بيشيله وال 400 طن كل ده مهندس المرور. اهميه مهندس المرور انا مش بقول ده يبقى متعين يعني في كل مشروع يعني بنبني مثلا حاجه عاديه وبتاع لا، بقول ده له اهميه برضه في ادارتك لمشروعك لو انت بتعرف مشروع خاص. مهندسين ضمان ومراقبه جوده. اللي ما عندوش مهندسين ضمان ومراقبه جوده اوعى يقول لي ان هو بيدير مشروع. ضمان الجوده اللي هو الكواليتي اشورنس. انا برضو انا مش بعمل دعايه للايزو ولا الشهاده اللي هي اليوروبيان ولا اي حد. انما لازم اي مكان اي كومباني عايز ينجح لازم يبقى عنده يبقى يعني مش لازم يبقى سيرتيفايد ايزو لازم. يعني دي مش ورقه انا ما اروحش اشتري عشان اعلق عشان اخد شغل لا. يبقى انا عندي نظام وده في مصلحه اصحاب الشركات واصحاب الاماكن. ليه؟ لان عنده نظام اي حد هيدخل هيشتغل فيه على طول. يعني اي شركه فيها ايزو فيها نظام يعني سواء فطبعا ده 9000 ده بتاعت النظام وال 14000 بتاعت الانفايرمنت وال 45000 بتاعت السيفتي والانفايرمنت والسيفتي والسكيورتي. المهندس بتاع ضمان الجوده ده انت بتضمن ان انت ماشي صح. لو اي حد غاب هيجي واحد تاني يوم هيشتغل نفس الشغل عنده كل حاجه واضحه فايلات واضحه كل حاجه واضحه. تريننج 3 4 ساعات على السيستم اللي في المكان وهتلاقيه واخد هذا وهتلاقيه تاني يوم بينتج. انما غير كده بيقعد واحد بيدخل بيقعد شهر شهرين عشان خاطر يعرف الشركه فيها ايه وكلامنا كله من اول لاخر ايه. فدي من اهم الحاجات الموجوده في العباره. مهندس تخطيط لازم يبقى في بلانر. وزي ما اتفقنا برضه انا مش يعني مش مشروع صغير هجيب له بلانر مثلا 20 سنه او اول اخر لا. انا ممكن انا في شركه وعندي كذا مشروع المهندس ممكن يمسك مشروعين ثلاثه اربعه خمسه على قد ايه؟ ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الهيكله التنظيميه وعلى الاورجنايزيشن. ان في حاجه اسمها الماتريكس اورجنايزيشن
ان هو الريسورس نفسه ممكن يتوزع على كذا حاجه يعني. مسؤول امن وسلامه بقول عليهم دلوقتي، دوكيومنت كنترولرز مسؤول المستندات، ده من اهم الناس اللي موجودين في المشروع. الدوكيومنت كنترولر المشروع بيخلص وبينتهي بيفضل منه ايه؟ الدوكيومنت بتاعته. فكل ما الدوكيومنت كانت مظبوطه وسليمه وموثقه ومنظمه اي كليم هتكسبه. لو انت عامل نفسك مظبط نفسك. مهندسين مكتب فني تكنيكال اوفيس، تكنيكال اوفيس برضه له مسؤوليات كثيره جدا ان شاء الله برضه هيبقى فيه برزنتيشن عن اللي هي الالتزامات او مسؤوليات المكتب الفني. المكتب الفني ده موضوع مهم جدا. المكتب الفني ده مخ المؤسسه او مخ الشركه. الشركه اللي ما فيهاش مكتب فني عليها العوض، ما عندهاش مخ. انا اسف ان بقول كده يعني، مش المكتب الفني المهميه هو اللي بيطلع كل حاجه. المهندس اللي في الموقع ده عباره عن واحد بيجي له رسومات جاهزه، بيجي له الرسومات جاهزه من التكنيكال اوفيس، ما بيفكرش في سنتي، يعني بيعمل الشوب دروينج بحقيقه بحقيقته، بيدخل بيلاقي سنتي سنتي وكل حاجه مظبوطه. خلاص؟ بعد كده مهندسي اداره المعلومات. الاي تي اصبح برضه زيه زي الضمان الجوده. الحقيقه كل دول مهمين، بس انا بقول لكم ايه؟ النهارده بقدر ما انت بتبقى قوي في الـ كيو اي كيو سي وفي الاي تي في التكنيكال اوفيس انت تبقى مظبوط. مش بقى اي حد يعني، انا بشتغل بقالي 25 سنه ولا 30 سنه بالكمبيوترز ابقى انا مهندس الاي تي، لا، لان في اي تي متخصص عارف هو بيعمل ايه. ومهندس الاي تي ده من اهم الناس في المشروع، لان النهارده كل الاداره وكل البروسيجرز وكل البروسيسز قايمه فيها اي تي، والاي تي ده لازم يبقى مهندس متخصص ويعرف ايه في الهاردوير وفي السوفت وير وكل حاجه بيأثرها، يعني مش هتقف قدامه. الى اخره. في حاجات ثانيه كتير بس انا مش هتكلم عليها دلوقتي، مش يعني بتاع. ولذلك طبقا ليه شفت بنقول ايه بقى؟ حجم وقيمه المشروع. انا مش بقول الكلام ده عشان ما حدش يخاف يقول ده الراجل ده بقى عايز ايه؟ هيبقى الدارت كوست بتاعنا هيبقى عالي جدا. لا لا. اولا انت كهيكل تنظيمي في علاقه دايما، ودي هتبان لنا برضه لما نتكلم بعد كده، علاقه بين الهيكل التنظيمي بتاع المشروع وايه والانتاجيه بتاعته الشهريه. في نسبه معينه المفروض ما تزيدش عنها. فانا ممكن اي واحد من الناس يكون الله خيرها بيبقى ايه؟ هو قيمته متقسمه على كذا مشروع. او جاي بارت تايمر بيجي له يوم بيجي له يومين بفاليو، انما لازم يكون موجود. انما من غيره خالص ده دي بتبقى كارثه. وقيمه المشروع بشكل عملي ومناسب لقيمه المشروع. انا مش بقول لك ان كل دول هيكونوا موجودين معاكم ومش من اول يوم، ده برضه هتبان لنا برضه بنتكلم على البروجكت اورجانيزيشن وبنتكلم على الايه؟ على الايه؟ على الايرننج فاليو وعلى الدايركت كوست وكلام من الاول. طيب عدم تفعيل وجود تقديم مقاول لخطه التنفيذ والامن والسلام ونظام الفراسه والانظمه المختلفه. اي مقاول لازم يبقى جاهز انه يعمل ايه؟ الكونستراكشن بلان اللي خطه التنفيذ، والاتش اس اس اي بلان الهيلث والسيفتي انفايرمنت بلان، والفايلنج سيستم ده يبقى عنده فايلنج سيستم، انا الفايلنج بتاعي ماشي ازاي؟ وكل السيستمز اللي عنده بتبقى واضحه. واضحه. يعني 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 يبقى ده بلان، دي الخطط اللي هي الاصليه اللي موجوده، ودي بتبقى دايما مرتبطه برضه بالسيستم اذا كان عندي ايزو او ما عنديش. وممكن انا ده الكلام كله انا اعمله وانا ما عنديش ايزو. انما اتس بيتر ان يبقى ايه؟ مش والله ما دعايه انا ما لا بشتغل في ايزو ولا انا احنا بنتكلم على سيستم. سيستم كل ما كان عندك سيستم وواضح وعندك الناس التكنيشنز والناس المتخصصه اللي بتعمل هذا الكلام، انت بتضمن المشروع ان هو يبقى سموث ويبقى ناجح ويبقى زي الفل. عدم التاكد من مستوى كفاءه المهارات الاداريه لاطقم المقاولين والاستشاريين. يعني معلش مضطر اقول بقى يعني بلاش برضه احدد بلد. يعني انا اشتغلت في الحكومه في
في برضه بلد من دول الخليج، ما كانش استشاري بيدخل الا لما نكون احنا عاملين له اسسمنت، مختبرينه وعاملين له اسسمنت، شايفين السي في بتاعته وشايفين امكانياته. ما بيتعينش لما اكون قعدت معاه وعرفت بقى احنا كنا بي ام او في بلد كبيره من دول الخليج. والمقاولين نفس القصه، لازم اعرف المقاول ده الاطقم اللي عنده، كل الريسورسز اللي عنده، مخازنه، مشروعاته السابقه، كل السيستمز، كل حاجه اللي عنده، وعلى عنده ناس مؤهلين ولا مش مؤهلين. لازم كفاءه الكومبيتنسز بتاعت المانجمنت، المانجرز بتوعه او الكومبيتنسز بتاعت الناس اللي بيديروا الاطقم بتاعت المقاولين او الاستشاريين. فدي مهمه جدا يعني. الاهم كل ما سبق هو التدريب والتحسين المستمر لمهندسي ومديري المؤسسات في القطاعين العام والخاص. دي نقطه مهمه جدا برضو نحب ان احنا ايه نقف عندها للحظات. في المؤسسات في القطاع العام والخاص دي هي التوب اوف ذا سيستم، هي اللي عاده بتدير المشروعات وهي اللي بتوجهها. فالمفروض ان ما حدش يترقى يبقى اسمه رئيس قسم او مدير حاجه الا لما يكون دارس اداره، عارف يعني ايه اداره. وبالعكس ده هو دوره اصعب. النهارده احنا اتكلمنا برضو في البرزنتيشن اللي فات عن ايه؟ البروجكت مانجمنت، البروجرام مانجمنت، والبورتفوليو مانجمنت، وحاليا في ايه؟ اللين مانجمنت او الاجايل مانجمنت. طيب يبقى اللي بيشتغل في المؤسسات اللي هي الملكه بقى لهذا الكلام لازم يبقى قوي جدا، ولازم يحصلوا على التدريب. مش ان انا التدريب ده يبقى مكافاه لموظف او مثلا ابن فلان او ابن علان، او دي مثلا ياخد تدريب مثلا في شرم الشيخ. لا، ده تدريب وتدريب حقيقي، ويبقى تحسين مستمر، تحسين مستمر له وللمهندسين اللي موجودين. ما ينفعش انا ابقى يعني مدير في مكان ومعرفش يعني ايه بيم، معرفش يعني ايه رابت، معرفش يعني ايه اجايل، معرفش يعني ايه سيكس سيجما، معرفش يعني ايه كواليتي. التوب اللي بيدير المشروع ده مش اللي في شركه المقاولات، شركه المقاولات ده بيدير مشروع واحد او بيدير على قده، انما اللي بيدير مشروعات او بيدير هيئه او بيدير لازم يبقى مستواه الاداري مستوى عالي، وكل ما كبر لازم مستواه اعلى، حتى يمكنهم إدارة الأعمال المنوطة بهم بمستوى إداري قوي ويتناسب مع الحجم المهول والرائع للمشروعات على ثرى. دي غلطة بقى، ثرى هذه الأرض المقدسة، يعني أراضينا كلها في العالم العربي مقدسة طبعا، والأرض المقدسة في اللي احنا نعرفها مكة والمدينة وبيت المقدس. مرحلة التصاميم هنكمل بعض المشاكل الاساسيه. مرحله التصميم احنا لسه مش مرحله التصميم، يعني احنا في مرحله الدراسات كانت نقاط كثيره جدا، في مرحله التصاميم هنلاقيها برضه كثيره، كل ما بس مش زي مرحله الدراسات. هنخش دلوقتي هنتكلم، هنلاقي ان احنا كل ما بنخش في العمر، في عمر المشروع، المشاكل بتقل او النقاط بتقل. عدم وجود حلول نمطيه للمشروعات تسهيل الاسباب عمل التصميم. يعني انت لو بتشتغل في بلد مثلا، في بلاد احنا اشتغلنا فيها وهنا في مصر على فكره، في حتت فيها سيول كتير، في سيول في عمان كتير، في سيول في المملكه العربيه السعوديه، العربيه السعوديه دي قاره لوحدها، الامارات ما شفتش فيها سيول بس اكيد فيها، يعني انا بكلمكم على اللي انا شفته بعيني يعني. فالمفروض ان في السيول دي يبقى لها فاليوز بتتحسب ويبقى لها تاريخ. يعني المفروض ان يبقى عندنا حلول نمطيه ايه؟ للمشروع مثلا، المشروع التغلب على السيول او مش التغلب، تنظيمها. ان يعني انا سيل بيجيني بوجهه
يعني بدل ما اقعد احفر بقى واعمل كات 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 اند كفر واعمل تانلز خرسانه وكده، يبقى انا عندي مثلا مواسير دكس كبيره، ودي اتعملت هنا في مصر واتعملت يبقى اي حل نمطي، يبقى او مثلا او يبقى عندي حل مثلا لو حتى لو تانل خرسانه، يبقى انا موجود عندي اوريدي مشروع في حل نمطي للتسهيل والاسراع بعمل التصميم. انتهاء عقد استشاره التصميم، دي مشكله برضو بتحصل في بعض، ممكن هنا في مصر او بعض الدول العربيه، بمجرد تقديم المستندات الاعضاء الخاصه بالمشروع. دي الحقيقه انا ما بحبهاش. ليه؟ انا اعتقد انا لما باخد مشروع واديته لاستشاري التصميم، استشاري التصميم ده المفروض يبقى له تواجد مع المشروع، ما يبقاش مجرد يخلص الرسم الرسومات بتاعته ان هو بقى خلاص ايه سلام عليكم انا ماشي، ويجي مهندس استشاري تاني. انا ما عايز استشاري تاني ان هو ينفذ، انا مش بقول حاجه، انما استشاري التصميم لازم يبقى له تواجد اسبوعي بقى شهري زي حسب طبيعه المشروع، لان المين كونسبت بتاع المشروع والمين تاج بتاعه والفانكشنز بتاعته بيبقى الاستشاري هو اللي فاهمها وشاربها وعارفها، المشروع بتاعه ابنه، هو يكون له تواجد عشان اي حاجه في الكالرز اختيار الالوان، احنا مش اي حاجه. يبقى ايه استشاري التصميم انا رايي الشخصي لا ينتهي عقده بمجرد تقديم مستندات العطاء الخاصه بالمشروع، ومفروض ان يظل عقده ساريا ولو جزئيا خلال فتره تنفيذ المشروع. على فكره ده راي شخصي، طبعا ما اقدرش نفرضه على حد، بس انا بقول لكم ان انا شخصيا افضل تماما ان يعني يصمم المشروع، وذلك حتى يتم ضمان تنفيذ المشروع طبقا لاعماله وفلسفه التصميم الذي قام عليه المشروع. انا مش هتكلم بقى على زي حديد الله يرحمه والناس اللي هي يعني عالي مستوى العالي جدا، انا بتكلم على اي مشروع بتعمله ديزاين، المفروض ان الديزاينر يظل على صله بالمشروع لغايه ما يتسلم استلام ابتدائي عليه. عدم ارتباط مده عقد الاستشاري على التنفيذ بمده تنفيذ المشروع، بل يكون عقد مدته منفصل عن ارتباط مده تنفيذ المشروع، ولذلك في احيان كثيره ماشي، انا اسف الكتابات دي ده فونت انا حاولت اصلحه اكتشفت ان هو اتغير، ما اعرفش حصل حاجه فيه، ما لحقتش ان انا ايه اظبط يعني. ففي احيان كثيره ينتهي عقد استشاري التنفيذ اثناء تنفيذ المشروع مما يتسبب في التعاقد مع الشاري اخر تنفيذ المشروع. في بعض الدول بيقول ايه؟ يعني مثلا هو بعتقد ان المرحله الاولانيه في المشروع اي حد يعملها، يعني انا كمالك مشروع مثلا يعني هيعمل ايه يعني؟ شويه حفر هيتعملوا، شويه خرسانه عاديه، شويه الكلام ده كله هطلع ابدان بتاع، باجل ان انا اجيب استشاري اشراف على التنفيذ لمرحله تاليه بعد ما ارسي المشروع على المقاول، واقول اجيب له بقى ايه الاستشاري بتاع الاشراف بعد كده، عشان الاستشاري الاشراف هياخد مثلا 2% مثلا او 3%، اوفر كده بعتبر نفسه وفر، ده ما وفرش، ده عمل خطا جسيم خلاص. والمشكله فين بقى كمان؟ انه ممكن نقول ايه المشروع ده مثلا مدته ايه سنتين، يدخل استشاري الاشراف على التنفيذ، الكلام ده كلام واقعي انا مش بفترضه، واقعي وحصل وحصل معانا، عشان كده انا ب ب ب ب يعني بقوله لاولادنا اللي عايزين يشتغلوا هنا وبره وفي اي حته ان دي حاجات من الواقع، من الواقع. ان يقول لك ايه انا عقدي مع استشاري الاشراف على التنفيذ ده مده مثلا ايه فاضل مشروع قد ايه، سنه ونص، سنه ونص. طيب بعد سنه ونص في اكستنشن بقى، حصل فاريشن حصل اكستنشن، يقوم بقى صاحب العمل يعمل ايه؟ يجي للاستشاري يقول له والله بص انا كنت بديك 2% انا هديك 1% بس. عارف بقى ان هو يعني ايه الاستشاري بقى اللي بيحترم نفسه هقول له متشكرين سلام عليكم، هيروح جايب استشاري تاني. الاستشاري التاني ده عشان يكمل شغل على الاستشاري الاولاني، للاسف في طبيعه بشريه كده مش حلوه، ان محدش بيجيب شغل حد، هيفضل بقى ايه يفعص ويعمل يعني، دي احد الاسباب زي ما بنقول بعض المشاكل في مرحله الايه التصميم. ف
فلازم يبقى الاستشاري بتاع الاشراف يبقى موجود مع الملك من قبل ما ترسي العمليه على مقاول. الحكم اقترح بقى المشاكل من حيث التصميمات، من الواضح ان المشاكل السابقه تحتوي على كلمه عدم في كل بنودها. يعني ان كل بند فيه كلمه عدم، يعني لان الموضوع ده موضوع اديك شفته احنا قاعد علينا قد ايه، احنا يعني قاعدين الساعه ونص دلوقتي تقريبا. فلو شلت كلمه عدم من كل نقطه هنقول عدم كذا عدم كذا عدم كذا، لو شلت كلمه عدم دي يبقى انا بعمل ايه؟ بدي الحلول مقترحه لحل الموضوع. خلاص؟ طيب هنا مرحلة التعاقدات الترسية بقى والعقود. هنلاقي بقى المشاكل اللي جاية مش كتير. يعني لو أنا عملت مرحلة الدراسات صح، عملت مرحلة التصميم صح، فمرحلة التعاقدات بقى اللي هي بتجيب لي مين؟ بتجيب لي المقاولين، بتجيب لي الموردين، بتجيب لي مهندس الإشراف على التنفيذ، ولو إن أنا بفضل المهندس الإشراف على التنفيذ يجي من قبل كده. خلاص ان هو اللي المهندس يشوف التنفيذ بيحضر الجلسات يعني بيطبق الكونتراكت، يعني هو اللي بيشارك في اختيار المقاول وبيشارك، لان يعني طبعا اللي بيشرف على التنفيذ ده عارف المقاولين وعارف السيستمز وعارف حاجات كتير جدا، بيقدر ان هو معلش انا دايما يعني بتوجه ناحيه مصلحه الكونستراكشن، انما هذا الكلام لا علاقه له بالهندسه زي ما بيقولوا. الاداره في كل مناحي الحياه، في الطب، في الهندسه، في الزراعه، في اي حاجه. يعني الكلام اللي بنقوله ده بيتم تطبيقه على جميع انواع المشروعات. والكلام ده كله موجه لجميع انواع المشروعات. سياحه، زراعه، صناعه، اي مشروع. فضاء. الكلام ده كله مقوله لاخره بيتم تطبيقه على هذا الكلام بشكل او باخر. طبعا التيرمز دي او بنفس السيستمز دي او بنفس الميثودولوجيز دي، لكن لو بطلع صاروخ فضاء بنفس الستيجز ونفس كل حاجه. وزي ما قلنا الاداره بنعمل فور فانكشنز على فور ريسورسز. فور فانكشنز اللي هم ايه؟ انا دايما بعيد الكلام ده ليه؟ عشان الناس تبقى ايه؟ تعرفها. الاداره بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول، الاربعه ايه؟ لفار ام مان باور ماتيريال ماشينري وماني. يبقى ايه ده المانجمنت في اي نوع من انواع المشاريع؟ هم الاربع حاجات دول طبقت فور فانكشن اوف مانجمنت على فور ريسورسز، يبقى انا بعمل اداره. ما عملتش كده يبقى انا بعمل اي حاجه غير الاداره. طيب مرحله التعاقدات، احنا لسه لينا مرحله التعاقدات ومرحله الكونستراكشن ومرحله التقفيل. هل تحبوا تاخدوا راحه شويه 5 دقائق او حاجه معانا باشمهندس اسامه باشمهندس ايه مهندس ايه؟ هل تحبوا يعني الناس تحب ترتاح مثلا تاخد 5 دقائق ولا حاجه؟ انا مش انتوا عارفيني انا ما لو هقعد من هنا لبكره ما 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 يعني ما ما يعني مش عارف ما بتعبش يعني اذا ربنا طبعا خلاص يعني ممكن ناخد 5 دقائق بريك. لو عايزين ناخد 5 دقائق بريك انا مش هقفل. انا مش هقفل، انا ام ذير، هقفل ستوب فيديو بس خلي الناس يعني 5 minutes خلينا 5 minutes ماشي الحال؟ خلاص الناس بس ايه عشان بس الناس يعني ماشي يا اسامه باشا منور الدنيا ماشي اتفضل يا باشمهندس. طيب خلاص 5 minutes انا هستوب الفيديو بس مش هقفل مش همشي يعني تمام اوكي وهقف عند السلايد 5 دقائق ونقوم تاني تمام السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا دلوقتي هنخرج على ايه؟ مرحله التعاقدات. مرحله التعاقدات دي اللي هي الايه؟ البروكيورمنت. طبعا في ناس ما بتترجمهاش تعاقدات، في ناس هي توريدات المفروض. فهي البروكيورمنت بيحصل فيها ايه؟ بتاخد كل الـ النتائج بتاعت الدراسات في الثلاث مراحل السابقه وبتبتدي ايه تاخدها، بيبقى الناتج بتاعها ايه؟
رسومات، مواصفات، شروط عامة، شروط خاصة، بي او كيو، يعني كل المستندات اللي توضح لأي حد عايز يدخل كمقاول أو ك سبلاير، يعني مورد، يعني يا مقاول يا سبلاير، لأن العقد ممكن يبقى مقاول لوحده وسبلايرز لوحده، ممكن يبقى عدة مقاولين، ممكن يبقى مقاول مثلا عظم زي ما بيقولوا، وبعدين مقاول تشطيبات، وبعدين مقاول ميكانيكا، وبعدين هذا الكلام. فمرحلة البروكيورمنت دي هي بتحدد هذا الكلام. بتحدد بقى ايه الماتيريال، في حاجه اسمها اللونج ليد ايتمز بتتحدد برضو هنا، عشان بيبقى دي بتبقى لها خواص معينه، عشان كده بيبقى في ماتيريال انجينير مختص بهذا الكلام، غير انه يعني بيتابع الكواليتي بتاعت الماتيريال، لا بيبقى بيخش في حاجه اسمها اللونج ليد ايتمز هنتكلم عليها. هذه المرحله يتم دراسه العروض المقدمه من المقاولين، ويتم تقييمها او المقارنه بينها لترسيه المشروع على افضل العروض وتوقيع العقد مع المقاول. طيب الاوتبوت بقى اللي طلع او المخرجات اللي طلعت من مرحله التصميم عباره عن ايه؟ رسومات، صح؟ المواصفات العامه، المواصفات الخاصه، الشروط العامه، الشروط الخاصه، ايه تاني؟ خطابات المتبادله كده، ودي بتطلع من الـ من الـ من الـ من اللي هي الديزاين. طيب كل دول بيشكلوا ايه؟ العقد. بناخد بقى الكلام ده كله وبنطرحه على ايه؟ على مقاولين. المفروض ان انا بختار المقاولين اللي هم عندهم قدره ان هم ينفذوا هذا المشروع. يعني اي مقاول بيعمل ايه؟ بيقدم لي عرضين، تكنيكال اوفر، ده اسمه ريكويست فور كوتيشن الانجلش تيرم بتاعه، او طلب تقديم عروض. يعني طب هذه المرحله يتم دراسه العروض المقدمه من المقاولين، ويتم تقييمها والمقارنه بينها لترسيه المشروع على افضل العروض وتوقيع العقد مع المقاول. من اهم مشاكل هذه المرحله هو حرق الاسعار. يعني اهم مشاكل بتحصل واللي لازم يبقى صاحلها البي ام او او الكلاينت، احنا برضو على فكره باذن الله هيبقى في لقاء او اثنين على البرودكت مانجمنت بي ام او ريسبونسبيلتيز، يعني هو اللي بيدير دلوقتي يعني عالميا البي ام اوز. يعني طبعا في انواع من بي ام اوز، لكن انا بالنسبه لي بي ام او يعني بي ام او يعني بيدير موضوع اول والاخر، مفيش حاجه اسمها كونسلتنت بي ام او، مفيش حاجه اسمها بارشال، مش الكلام ده كله. انا مش ايه بتكلم براكتيكال، يعني لو في بي ام او وحددته بحاجه معينه ممكن الدنيا تقع، وفي الاخر هقول لك البي ام او هو اللي وقعها، وببوظ او بخسر سمعه الايه البروجكت مانجمنت. المهم، ف اهم المشاكل اللي بتحصل هنا اللي هو ايه؟ حرق الاسعار، او وضع اسعار مبالغ فيها البنود في اول المشروع، وحرق الاسعار في البنود اخر المشروع. دي يعني ايه؟ يعني تجارب الحياه. يعني في ناس بتبقى عاوزه عندها مثلا معندهاش شغل، فبتعمل ايه؟ تحط السعر بتاعها يا دوب 1% 2% 3%. ده اللي بيحصل ايه؟ ان هو ممكن يبتدي كويس ويدرس عادي، بس يخلي الاوفر هيد بتاعه او المكسب المارك اب بتاعه قليل قوي. ده لو حط مارك اب، في ناس بتشتغل بزيرو زيرو مارك اب، يعني زيرو 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 بروفيت. في هو ما بيخسرش، يعني ما بيخسرش بس ما بيكسبش. اللي بيحصل ايه؟ ان في خلال المشروع ده هو بيشتغل، يتحرك، يجي له مشروعات ثانيه، خلاص؟ فيقوم ايه؟ يأثر بقى في المشروع ده. فاحنا المفروض عاده لو انا عندي، وده برضه دي تجربه برضه، ان انا بيبقى عندي اسعار، يعني اعتبر ان انا جايب مثلا 10 مقاولين وخدت منهم الاسعار بتاعتهم تكنيكالي. اولا في التكنيكال اسسمنت اللي هو له برضه حاجات لازم يكون مستوفاه،
وباذن الله برضه نتكلم عليها برضه. فايه وعاده برضه في ايكويشن كده، يعني ان انا يعني مثلا بدي للتكنيكال لو اديله مثلا درجه من 10، الفاليو بتاعته اللي بنعملها بن ايه بنقسمها على الدرجه اللي خدها. يعني لو هو مثلا درجته 0.9 وهو متقدم مثلا ب 9 مليون، يبقى 9 على 0.9 يبقى قيمه بتاعته كام؟ 10 على طول، ما تبقاش 9. عشان في يعني في واحد تاني ب 9.5 و100%، فده اللي ده اللي ده هكومبير بقى الناس ببعضها. ففي ايكويشن كده ما بين التكنيكال اسسمنت والفاليو اللي مقدمها المقاول. ناس كتير طبعا ما بتاخدش بالها من الكلام ده وبتقول لك ما دام اتقبلوا يبقى كلهم مقبولين. لا طبعا ده كلام مش هو، ولازم يعني انا شخصيا ما بفضلش ان انا ادخل حد باسسمنت مثلا اقل من 8 ولا حاجه من 10، يعني اقل من كده بعرض نفسي لخطر. طيب يتم رأس العروض المقدمه من المقاولين ويتم تقييمها والمقارنه بينها لتشتيت المشروع على افضل العروض. بنقول ايه افضل العروض؟ ما بنقولش اقل العروض، لا افضل العروض. افضل العروض دي زي ما قلنا يبقى اسسمنت التكنيكال وايه و و و و و و و و وافضل كوست. بالعكس ده انا زي ما قلنا لو انا عندي 10 وفي واحد تحت كده خالص لوحده وحاطط سعر تحت خالص في الكيرف، واحد تحت خالص وفي واحد بره خالص، طبعا الاثنين بيتشالوا. يعني اللي حاطط تحت خالص ده انا بشيله، لازم اشيله، ما ينفعش ان انا احطه ضمن. لا هتلاقي في منطقه في النص كل بوينت بتشكل ايه مقاول من المقاولين بالبادجت بتاعها. والعالي خالص طبعا اوتوماتيكلي انا مش ايه مش هقول ان هيبقى غالي. خلاص افضل هو توقيع العقد مع المقاول. مهم مشاكل هذه المرحله وحرق الاسعار او وضع اسعار مبالغ فيها بنوتي اول مشروع. في ناس بتعمل ايه؟ بتحط بتعلي بتعمل بتجيب الفاليو بتاعت المشروع، وعشان تاخده يعني بيبقى المشروع مثلا قيمته مثلا 100 مليون، بروح واخد البنود كلها حاططها فين؟ على البنود الاولانيه بقى، الحفر، الاحلال، الخرسانه المسلحه اللي في الاول، كان من الاول لاخره، واللي بعد كده في التشطيبات تلاقي اسعاره ايه؟ صغيره قوي. فده كلام خطير جدا طبعا، لان يعني ممكن قوي الفلوس اللي بياخدها في الاول دي عايزها يغطي بيها زي ما بيقولوا ايه في البلدي تلبيس طوائي. هو عنده مشروع تعبان معاه عايز ياخد فلوس عشان يمشيه، وطبعا بيفضل يلبس طاقيه ده لطاقيه ده، ويلاقي نفسه ايه في لحظه من اللحظات لو طاقيه وقعت كل طاقيه هتقع وتبقى مشروع تقيل وفشلت، ودي احنا شفناها بعينينا يعني. مش فانا رايي الشخصي وده راي غالبيه يعني الزملاء اللي احنا عشنا معاهم عمرنا، يعني ان المقارنه ما بتبقاش بالتوتال فاليو بتاعت البروجكت. لازم يبقى عندي ماتريكس في كل بند. لو المقاول جه في بند وحطه اقل بكتير من الافريج لازم نناقش فيه لو قررت ان انا اخده. لو الفاليو بتاعت البند اعلى كتير لازم برضو يتناقش، يعني اللي مش جوه الافرج اللي هو الحبه اللي في النص دول لازم ان انا يبقى بند وبقارن كل بند واعرف يبقى المقارنه بتاعتي تبقى مظبوطه. يعني نتعب شويه في المرحله دي لان دي مهمه يعني. في ناس تحب تاخد السهوله كلها في المرحله الاولى مشروع، للاسف استثمار في سنين اخرى بعيده عن المشروع، ودي اخطر حاجه بقى. يروح بقى يتجوز واحده ثانيه، يجيب عربيه كبيره، يشتري ارض، ما بيحطش يعني لو هو اخذ الفلوس دي وحضر فعلا ريسورسز وحضر حاجه داخل المشروع واشترى فلوس على المشروع بتاعه يبقى كويس. انما للاسف ان ايه بتبقى الفلوس في ايده يعتبرها بتاعته وبيبوظ منه اللي هي الكاش ان كاش اوت، ودي احد الدراسات المهمه جدا لازم برضو تتحط في الاعتبار واحنا بندرس المشروع. طيب مرحله التعاقدات بقى الترسيه والعقود، فيما يلي بعض المشاكل الرئيسيه مرحله التعاقدات. عدم وجود برنامج تاهيل للمقاولين والمستشارين والاتفاق بالتصنيف. يقول لك ده انا مقاول متصنف فئه اولى
للمباني. طب ماشي، تعال قول لي بقى عندك ايش تبقى فئه اولى. ده انا اتحطيت فئه اولى من اتحاد النوويين العالميين اللي مش عارف الايه. طب تعال وريني، اشوف شغلك، اشوف تاريخك، اشوف مشاكلك، هل انت في شغلك مشاكل مع حد، هل انت بخلص مشروعاتك، واروح اشوف. خلي بالنا يعني الحاجات دي مش وانا في المكتب او بمستندات او بحاجه، لا يعني ما اكتفيش بان ده فئه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه. يعني انا قدام عيني مقاول فئه، يعني حتى ما بيشتغل في فئه خالص، بيشتغل احسن من الفئه الاولى، والناس بتثق فيه وبتديله شغل ونشيط جدا. فلازم البرنامج تاهيل المقاولين يبقى واضح، ويبقى فيه بوينتس موجوده، ليست موجود، راس ماله، تاريخه، سمعته، الطقم اللي عنده، الصف بتاعه، السبلايرز بتوعه، الموردين بتوعه، يعني كل حاجه خاصه بيه، عنده مصانع ما عندوش، عنده ورش ما عندوش، عنده شغل بره ما عندوش، يعني مجموعه عناصر كتيره جدا، عنده كيو اي كيو سي ولا ما عندوش، عنده يعني سيرتيفيكيشن لايزو، سيرتيفيكيشن لاي حاجه ولا ما عندوش، وهكذا. فلازم المقاول والاستشاري، الاستشاري نفس القصه، يعني لازم يبقى عنده برضه عنده نظام وعارف ايه ويجيب الاتفاق، لان برضه في استشاريين كتير احنا يعني ايه طبعا اساتذتنا يعني كلهم، لكن في بعض الاستشاريين بيدخلوا ويحطوا اسعار واطيه وبيجيبوا مهندسين يعني ايه خبره سنه، ساعات ما فيش خبره خالص، وللاسف مشروعات ما بتنفعش لهذا السبب، يعني لان يعني ما ينفعش التكنيكاليتي، ما ينفعش الاستشاري يبقى مستواه المهني والفني اقل من المقاول، ما ينفعش. للاسف الشركات كتير بتسترخص، مش كتير يعني حاجه، يعني قابلونا يعني عشان بس ما يبقاش ما بنعممش نقطه زي كده، انما في استشاريين عظام يعني بيبقوا يعني حقيقه، يعني احنا كلنا دول اساتذتنا يعني. يعني عدم وجود معايير واضحه ومحدده لتاهيل المقاولين والاستشاريين، ما فيش معايير واضحه، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى برضه واحنا من ضمن اللقاءات بتاعتنا هن ايه هن 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 هيبقى فيه ان شاء الله، يعني انا مجهزها من زمان قوي بس ما حطيتهاش في البرزنتيشن، ان شاء الله نحطها برضه يبقى برزنتيشن، ويبقى ايه نسميه تاهيل المقاولين والاستشاريين باذن الله باذن الله باذن الله تعالى، بس عايز شويه وقت شويه مجهود شويه. انا بقول برنامج زمني عملي عند تقديم العطاء، مع اي عطاء بيبقى فيه برنامج زمني مبسط جدا، حتى يعني احنا بنعمل الورك بريك داون ستراكشر بتاع المشروع، يعني غالبيته طبعا في الورك بريك داون ستراكشر اللي هو الصف الاولاني، مثلا استلام الموقع، الاساسات، الخرسانه، الدور الاول، الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا، الانفراستراكشر، يعني اللي هو الفيرست ليفل. اضع في الايميل الفيرست ليفل ده يبقى معمول له حاجة زي ما بنقول عليها ايه مايل ستون سكيدول. المايل ستون سكيدول ده مش كده وخلاص، ده لازم يتعمل بشكل عملي، مش مجرد ورقة اكمل بيها التعاقد. يعني لو انا كلاينت او بي ام او بتقدم لي برنامج زمني ما هواش متوافق مع المشروع، وحسيت ان هو اللي عامله بيكمل ورق ولا بيسدد ورق او بيعمله وخلاص، ما اقبلوش ما اقبلوش ما اقبلوش، وقد الغي العطاء بتاعه بالكامل. يعني اللي بيعمل كده ما بيبقاش يعني ايه يعني فاهم، واناقشه فيه واناقشه فيه وهتلاقي النفس ده بايه وده بايه، يعني من ضمن المناقشات اللي بتتعمل يعني قبل ما ارسي العطاء على المقاولين. عدم نص تقديم القول دليل الجوده وخطه الامن والسلامه ومسندات العطاء، لازم يبقى عندي كواليتي مانوال، ولازم عندي سيفتي مانوال او اتش اس اس اي مانوال، ان انا بقول انا مش بعمل ما بعملش دعايه لايزو ولا حاجه، انا عندي كواليتي مانوال مش ايزو سيرتيفايد لكن بشتغل بيه، وروحوا شوفوا مشاريع اللي شغاله، عندي البروسيسز بتاعتي والبروسيدرز بتاعتي وعندي المانيوالز بتوعي وعندي التشيك ليست بتاعتي وعندي كل حاجه، السيفتي بتاعتي عندي هي مظبطه ايه، وعندي كل السيستم بتاع الامن والسلامه بتاعتي. ف
لما ما بحطش في العقد او في الدوكيومنتيشن بتاع اللي بيقدم العطاء انه لازم يقدم كواليتي مانوال وسيفتي مانوال، بتبقى برضو ايه يعني حاجه مش كويسه. دي مشكله رئيسيه برضو في التعاقد. عدم الاستشاري في الاشراف على المشروع من بدايته وتعاقد مع استشاري الاشراف على التنفيذ بعد مده بدل المقاول في الموقع. دي النقطه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، بنقول ان الايه ان الكلاينت يستخسر، يقول لك ده هو في الشغل في الاول، ده شغل، ده شويه حفر شويه خرسانات وشويه يعني حاجات مش مستاهله، مش عايزه مهندس. في ايه؟ فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ما هو اخطر بقى، ان يعني العلاقه ما بين المالك والمقاول بتقوى جدا، بتقوى جدا، تبقى العلاقه قويه جدا في الثلاث اربع شهور الاولين لغايه ما يجي الاستشاري. عما يوصل الاستشاري بقت العلاقه بين المالك والمقاول اقوى من علاقه الاستشاري، ما علاقه المالك بالاستشاري، بقى الاستشاري دخيل عليهم. هتلاقي الاستشاري بقى متردد وبقى ضعيف وبقى مش قد المكان اللي هو فيه. طبعا احنا فاهمين هذا الكلام، يعني انا مش بقول حاجه، انا مش بقول يعني اخر حاجه يعني اندر تيبل ولا 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 غلط غلط شرعي ولا حاجه، لكن العلاقه قويت. يعني وانا شخصيا من انصار ان لازم علاقه تقوى بين كل الاطراف، وتبقى يعني تبقى تيم، كل الناس بتبقى بين تيم، ابتداء من المالك للبي ام او للمقاول للاستشاري للسبلاير، لازم الناس كلها مع بعض فاهم بعض وعارف بيعمل ايه وبينفذ صح وبينفذ بما يرضي الله وبينفذ طبقا للمواصفات وطبقا للبرامج الزمنيه وطبقا للكواليتي مانوال وطبقا لكل حاجه. طيب عدم وجود وقت كاف لدراسه اضعاف بعض المشاريع، ساعات بيبقى المشروع اللي احنا مستعجلين نبدا يلا بسرعه ايه البتاع، والناس اللي المفروض نقول له ايه اربع ايام ادرسوا يا مقاولين وتعالوا نقعد خمس يوم عشان نشوف الاضعاف. هذا الكلام طبعا ده مش صح، لان يعني ايه بتبقى الموضوع بينتهي بعدم دراسه، وبعد ما الفس يجي في الراس بنحس ان في حاجات كتيره ضاعت، وان اول ما درست صح وان اول ما حطش حاجه صح ما بتبقاش الامور مظبوطه. يعني لازم ياخد اللي بيدرس عطا لازم يعرف كويس قوي how to manage the cost, how to manage the capital, how to manage the finance, وhow to manage كل حاجه بقى الريسورسز بتاعته. عدم التزام دائما بجمع اجتماع ما قبل العطاء لردع استفسارات المقاولين. دايما بيبقى فيه ميتنج قبل الترسيع على المقاولين. بيبقى ميتنج بطلب كل المقاولين يحضروا كلهم في وقت واحد. وكل واحد عنده سؤال بيساله بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافيه. مفيش حاجه اسمها بعدين ولا بكره ولا بكرة. لا انا ليا سؤال والسؤال ده حق الناس كلها تعرفه. لان في حاجات احيانا في الرسومات بتبقى مش واضحه، ممكن ما وضحتش لحد او وضحت لحد تاني لوحده والى اخره. فمن حق الناس كلها انها تبقى ايه، عشان لو انا بعمل مشروع وعايزه ينجح لازم تبقى ايه الامور شفافه واضحه ما بين كل المقاول. عدم الالتزام دائما بعمل اجتماع مقابل الاعطاء لرضع استفسارات المقاولين. عدم وجود اليه لطرح المشروعات العاجله. ده اللي بنسميه ايه؟ فاست تراك بروجكت. الفاست تراك بروجكت ده مش مسلوق، لا ده بروجكت بياخد دوكيومنتيشن. حاجه اسمها الناس اللي بتشتغل في البترول او بتشتغل مشروعات فاست تراك، في حاجه اسمها فيد دوكيومنتس فرونت اند انجينيرنج ديزاين. الفرونت اند انجينيرنج ديزاين دي بيبقى فيه كل حاجه خاصه بالمشروع، ابتداء من تصميمه للستراكشرال سيستمز للاركتكشرال سيستمز للاش اس اي للاير كونديشننج سيستم، كل انواع السيستمز الموجوده متوصفه بالالوان بتاعت الاماكن بكل حاجه بالتوصيف بتاع حتى الفرش لو انا بعمل حاجه مفروشه في الايه؟ في الفرونت اند انجينير ديزاين. خلاص؟ وده بيؤدي لايه؟ المشروع العاجل بيبقى ايه؟ بيتعمل الديزاين مع التنفيذ
يعني انا كمقاول باخد ايه؟ ديزاين اند بيلت. ديزاين اند بيلت ده ببقى ماشي بصمم وانا بشتغل. طبعا اللي ينفعه قوي في الحته دي اللي هو الايه؟ الاجايل. الاجايل سيستم. الاجايل لما تيجي تعمل برنامج زي ما بتعمله في المشروع كله بتعمل لازم فيزز وبتاخد البتاع دي الاجايل وال اتكلمنا عليها البريتش سيرتيفيكيشن اللي هي الايه؟ البرنس 2 فيزز. فهو بيعمل ايه؟ ف في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيد دوكيومنتس انت بيبقى ماشي الاثنين بارلل الديزاين والايه والكونستراكشن. ده بيبقى عيب كبير جدا على البي ام او لان بيبقى ايه؟ بيجري ورا دي وبيجري ورا دي ودايما المانجنج بقى بتاع المشروع ده ما بيبقاش سهل وبياخد جهد كبير جدا وعايز مستوى عالي من الناس اللي هي تبقى البي ام او فاهم كويس قوي في الديزاين فاهم كويس قوي في الكونتراكتنج فاهم كويس قوي في كل حاجه بيبقى لازم يبقى ايه بي ام او قوي جدا او الجهه نفسها بتبقى قويه جدا. محطة تعقيدات بقى اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي تسيير العقود بعض بشكل رئيسي برضه عدم خلي بالنا نشوف كلمه عدم دي لو شلتها يعني هاخدها مثلا عدم وجود الاله للتحكم بسبق الخبره للجهاز التنفيذي المقاول من الامكانيات البشريه والماديه اللازمه لانجاز المشروع. لو شلتها يبقى انا حليت يبقى ايه؟ وجود اليه للتحكم بسبق الخبره للجهاز التنفيذي. يبقى انا لازم لو انا ما عنديش سابقه اليه عشان اتاكد من سابقه خبره الجهاز التنفيذي للمقاول يبقى انا واقع في حظر اللي هو اللي بيحكم رئيس المشروع على مين ومن الامكانيات البشريه الماديه اللازمه لانجاز المشروع لازم اعرف ورشه السبلايرز بتوعه مقاولين الباطن بتوعه وبرضه زي ما بقول لكم برضه دي تجربه الحياه المقاول قوته مش راس ماله راس مال المقاول الحقيقي اللي ينجحه السب كونتراكتورز بتوعه والسبلايرز بتوعه اللي عنده سبلايرز ممتازين ويستحملوه وسب كونتراكتورز يشتغلوا معاه شهر واثنين يعني الفتره الاولانيه دايما بيبقى ايه؟ بيبقى الكاش اوت اكثر من الكاش ان ويستحملوه لغايه ما يدخل فلوس واحسن تعبير بالنسبه للمقاول اللي الترم الفرنش ترم اللي هو ايه؟ سو تريتون. سو تريتون ده ياخد شغلانه بياخدها يجزئها ويقطعها ويدي لكل واحد حاجه وبعدين ايه؟ يستلم الحاجات دي كلها ويستلم العميل ويقبض فلوسه ويوزع بقى على الايه؟ على السو تريتون. عدم وجود اليه لتقديم اقتراحات تصميميه من قبل المقاولين لتوفير الوقت والتكلفه ورفع كفاءه المشروع او استخدام الهندسه الخام. مفيش اليه يعني انا دلوقتي لو انا في خدت مشروع براجع التصميم بتاعه لقيته اوفر اكزاجريتد خلاص هل انا كمقاول من حقي ان انا اعمل فاليو انجينيرنج واوفر فيه مثلا 20 25%؟ هل الكلام ده مقبول؟ مش اي حد بيقبل الكلام. هل مقبول ان انا الديزاين سيستم مثلا اللي معمول لو انا بشتغل تراديشنال مثلا كاميرات وبلاطات وكلام من الاول لاخره واخترعت فلاكس لاب سيستم او ان انا اعمل مثلا تيبل فورمز او هعمل مثلا تانل فورمز بحيث ان انا ايه اشتغل على طول يعني بقى مثلا يعني ان السيستم بتاعي يبقى بيجري يبقى كده انا بوفر وقت وبوفر تكلفه. خلي بالنا من حاجه برضه توفير الوقت بيوفر تكلفه. ليه؟ لان انت عندك الاندايركت كوست مرتبط بالتايم. طب هنتكلم شويه على الكلام ده في الايه؟ في الكوست مانجمنت. يعني انت ممكن في مشروع بتلاقي الاندايركت كوست بتاعك اعلى من الدايركت كوست. فكل ما عملت كراشنج للديوريشن بتاعت البروجكت بتاعك ده الكوست بتاعك هيقل وهتكسب احسن. او استخدام الهندسه يبقى احنا ايه؟ لازم يكون في اليه ان انا المقاول اللي هيشتغل ابقى فاتح البراند في العقد ان انت لو عملت لي اوبشنال ديزاين او عملت حاجه صح تكنيكال ووفرت لي مثلا 25%
انت 12 ونص وانا 12 ونص. خلاص؟ لو توفر لي الوقت يبقى انت ليك برضه انسنتيف تاني معين. يبقى انا ايه؟ يبقى المشروع داخل في ايه؟ في وين وين سيتويشن. وفي الاينسز دلوقتي، يعني في مشروع برضه انا حضرته مره، مشروع كبير، لقيت المالك على البي ام او، على مجموعه المقاولين، على السوبرفايزر، على كله. انا كنت سينيور انجينير هنا، عملوا حاجه اسمها افتح دلوقتي اللي هي ايه، يعني مجموعه يعني عشان ينفذوا المشروع مع بعض يعني. بس نهايته، خلينا نكمل. حتى التعقيدات بقى هنا عدم استخدام عقود متوازنه، ودي بقى النقطه الخطيره. دايما في اعتقاد، وده اعتقاد خاطئ، ان الطرف الاول هو الاقوى. الطرف الاول هو اقوى في التعاقد، هو العقد متوازن في حتتين، وهو بيرسل المشروع وهو بيستلم. انما خلال فتره المشروع لو هو متوازن، الاقوى هو المقاول، وده صح، لان انا المقاول بيستلم مني الارض، بيستلم مني مقدم، انا بيستلم مني مقدم عشان يديني فاينل برودكت، فهو المالك بتاع الكلام ده كله، ولازم يبقى واضح وصريح وغير ما غير من الناس فاكره. المقاولات لم تعد تلاعب ولا لف دوران، ولا انا بضحك على استشاري، ولا انا بضحك، محدش يضحك عليه دلوقتي. الدنيا دلوقتي بقت واضحه ومعروفه. بس للاسف في ناس احيانا دفنا راسها في الرمل، يقول لك لا ده انا الفيرست بارتي، على الطرف الاول، وانا بقى اللي ايه هتحكم بقى في المواضيع، وهحط السعر اللي انا عايزه ويشتغل غصب عنه، اللي عايز يشتغل شغل، مش عايز يشتغل ان شاء الله معاز، انا بحط بقى كل الكونديشن اللي انا عايزها، انا هعمل كذا كذا كذا. هيبقى في ايه؟ يبقى الكونتراكت مش بالانس كونتراكت، فبيبقى ايه؟ في استبداد. الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الكاوبي قال ايه؟ الاستبداد هو اصل كل فساد. انا مقاول وعايز اخد شغل، زي ما بيقولوا ايه، انا هرقد لك في الدوره، هاخد المشروع زي ما انت عايز، وعشان تعرفوا الفساد دي منين، واي خدمه وانا تحت امرك، وانا 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 وانا. اعتقد انتوا فهمتوا. المقاول مش هيخسر، اللي داخل كده مش هيخسر، عارف كويس قوي يلعب في كميات، يلعب في كواليتي، يلعب في حاجات كثيره جدا. طبعا الناس اللي حاضرين كلهم فاهمين هذا الكلام. يعني انا ما اعتقدش ان انا الاستبداد اللي انا هستبده كواحد ان انا الاقوى بقى، وانا اللي بسلم الشغل، وانا اللي بستلم، وانا اللي بصرف عليه، ان هو ده بي ايه؟ يديني الحق ان انا ابقى مستبد. لا لا، كل ما الناس كل واحد وين وين سيتويشن، والدنيا واضحه، هتبقى الايه؟ المشروع هيمشي هيبقى احسن. قيام بعض المقاولين بحرق الاسعار لحضور الاعمال معينه. الحاجات دي لو الكلاينت لازم يبقى مفتح، ويبقى فاهم اللي قدامه ده شكله ايه. يعني ممكن واحد يحرق الاسعار ويجي في النص وخلاص، يعني هيبقى فاضل له ايه؟ يعني لو هو مثلا اخد 50% من الشغل وما عملش بيهم، واخدين بال حضراتكم، وخلاص مش قادر، هيمشي مش كده؟ طب انا لما هجيب واحد تاني بعمل ايه؟ هقول له انا هحسب تاني على حساب الاولاني، انا بوظت مشروعي. يعني فايه؟ ما ينصحش ان انا اخد برضه مقاول حرق الاسعار ونازل عن الايه؟ عن المعدل الطبيعي بالنسبه للاسعار السوقيه. قيام بعض المقاولين برضه اسعار مبالغ فيها جدا في اعمال بدايه المشروع، وحرق الاسعار الموجود النهائيه من الفلسفه بتاعه المشروع. دي الكلام ده بقى عدى علينا بقى كتير. يعني مش عايز اقول فين برضه، يعني احد الاماكن الرئيسيه مصر هنا، يعني بلدنا، يعني زمان بنتكلم على يعني عشرات السنين فاتت يعني. بس الحقيقه اللي اتعلمناه من الشغل، واللي اتعلمناه من واقع الامور، وعشان انجح مشروعي لازم يبقى الحاجه يبقى الكلام متوازن وواضح. يعني في مشروعات احنا عملناها كنا بنقدم للكلاينت
او المين كونتراكتور سعر اليوميه بتاعت المهندس بتاعي واسعاري واضحه كلها قدامه وباين قدامي كلها باين قدامه كل حاجه وعارف كويس قوي ان انا مثلا المهندس اللي انا بجيبه مثلا هاخد منك مثلا 50,000 جنيه عليه وانا هدي له 25 لان في مصاريف ثانيه وانا لازم اكسب من الكلام ده. يعني بيبقى في وضوح لما توصل في مشروعك ان انت تبقى الدنيا واضحه جدا والريسك متظبط وما بترميش ريسك من عند المالك للمقاول او بتبقى الامور واضحه وطبعا في ناس كتير جدا اعتقد ان ده خيال، ده مش خيال، احنا عشنا مشروعات بهذا الشكل وكانت زي الفل يعني. كلمه الاينس اللي هي لما يبقى الايه المالك والسي ام او والمستشارين والبتاع يعملوا الاينس يعني مع بعض ان هم ينفذوا المشروع. طيب بحط اسعار مبالغ فيها اعمال بدايه المشروع، ده يخوفني اكثر من اي حد ثاني، اكثر حتى من حرق الاسعار، لان ده هياخد فلوس كتير جدا من قيمه المشروع في الاول، يروح بقى يعمل فيها اي حاجه، يحطها في شغل ثاني ممكن يخسر فيه، يشتري ارض، يلحق مشروع ثاني بيقع منه، يروح يشتري عربيه اخر موديل، يروح يتجوز جوازه ثانيه وجوازه ثالثه. يعني ايه؟ ما بتحطش الفلوس في الايه الكشف اللي بياخده، ما بيتحطش جوه المشروع. والكاش ان كاش اوت ده من اهم الموضوعات اللي لازم اي مهندس يدير مشروع يبقى عارفها من الاول خالص وعارف ظروفها ايه. يعني ده بيتحكم برضه في البرفورمانس بتاع المشروع. طيب الحلول المقترحه لحل مشاكل مرحله التعاقدات، لو تلاحظ دلوقتي ان المرحله دي مشاكلها اقل كتير جدا من ايه؟ من الفيزيبيليتي ستاديز ومن الايه؟ ومن الديزاين. يعني خلاص يعني كل ما الدنيا بتبقى متضحه بتبقى ماشيه ايه بشكل ايه؟ ناضج يعني. الحلول المقترحه تتاثر من غير كلمه عدم، انا بقول كلمه عدم من 13 بند اللي فاتوا وهيبقى عندي ايه؟ الكلام ده. هنا بقى رايي انا الشخصي عدم الاخذ باقل الاسعار على الاطلاق، بل يجب مراعاه القيمه التقديريه للمشروع المقدره اثناء مرحلتي الدراسات والتصاميم، على ان يكون مراحل الدراسات والتصاميم اتعملت صح. لو انا دراسات التصاميم اتعملت صح هيبقى من ضمنها البي او كيو اللي هو اندرس صح طبقا للاسعار السوقيه وطبقا للبريك داون الصح بتاع لاي بند او لاي عمليه، يبقى انا لازم الاسعار اللي جاياني يبقى ايه اللعب بتاعها في الايه في المارك اب وفي الاندايركت كوست. انما الدايركت كوست ما فيهوش كلام، الدايركت كوست ده كله زي بعضه تقريبا. الاندايركت كوست بقى انا عامل المصاريف قد ايه بقى بالنسبه للمكاتبي بالنسبه للادارتي والايه المارك اب بتاعي بقى طبقا لايه للظروف هنا، وده برضه هنتكلم عليه في الكوست مانجمنت. عمل جدول مقارنه الاسعار البنود المختلفه اللي كنا بنقوله دلوقتي، واستبعاد اي عطاء يقوم بتحميل بنود اسعار على الاسعار الاخرى، ومراعاه مقارنه اسعار بنود نفسها وليس الاجمالي فقط. ده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. طيب مرحله التنفيذ، احنا دخلنا في مرحله التنفيذ، ناس كتير جدا بتبقى معتقده ان المشروع بيبدا عند فين مرحله التنفيذ. هو الحقيقه كلمه مشروع بتبدا من ساعه ما هو فكره وبتنتهي من ساعه ما يدخل يبقى اوبريشن. انما شركه المقاولات المشروع اللي بتاخده ده فعلا مشروع وبيعدي على نفس الفيسز، نخلي بالنا. يعني انا هطبق على برضه لو انا في شركه مقاولات ومعايا مشروع بطبق عليه فرونت فيسز، بعمل بري فيزيبيليتي الاول. نقولها بسرعه كده عشان ايه برضه نتخيل ان انا ما اقولش ان انا بقى ان انا مرحله التنفيذ دي، لا انا اسمي كونستراكشن مانجر. يعني عاده في انترناشونالي مدير المشروع في الـ في الـ في الـ في الكونتراكتورز اسمه كونستراكشن مانجر. البروجكت مانجر بيبقى هو الكلاينت اللي فوق. بيحصل ايه؟ انا شركه مقاولات خلاص؟ قبل ما بسحب العطاء، قبل ما بشتري العطاء، بروح اسال واعرف الكلاينت اللي انا هاخد منه ده، هل عنده فلوس؟ هل وقع مشروعات قبل كده؟ هل وقع مقاولين قبل كده؟ لازم اعرف سمعته ايه؟ هل بيدفع؟ علاقته مع البنوك ازاي؟ سمعته في السوق شكلها ايه؟ لو عملت الدراسات دي ولقيت ان هو مش فير
طبيعة حقوقه مش فير، طبيعة شغله مش فير. وقع شركات قبل كده بياخد الموضوع بالشكل ده، ولا ادخل عنده اخد منه الشغل ولو حتى بأدي شغله مرتين، ابعد عنه نهائيا مهما كان. وما اعتبرش ان انا بقى مقاول وانا بقى عندي خبره وانا بقى حصاره وانا هعمل يعني فساد، بيبوظ بعضه، بيبوظ المشروع، ببص للمشروع ما ببصش لاطراف المشروع المختلفين، ببص للمشروع نفسه. يبقى كل الناس داخله وين وين سيتويشن، كل اللي دخل المشروع دخل كسب واتبسط حمد ربنا على رزقه. بعض المشاكل بقى في رأسها مرحله التنفيذ، اعداد التصميمات، اعاده التصميمات غالبيه الاحوال حتى تتماشى مع ظروف واقعيه المشروع. لو اللي عمل التصميمات ما عملهاش زي ما كنا بنتكلم على واقع وعلى ظروف فعليه ورفع مساحي وما الى اخره، لازم المقاول. وانا حضرت هذا الكلام ونصحت الست اللي كنت بشتغل معاها ومن اخواننا، لازم يبقى عندكم تكنيكال اوفيس قوي جدا يعمل لك ريديزاين الكلام ده كله. ضعف الاشراف الحكومي والاستشاري نتيجه تعميم مهندس المرشد والاستشاري لحجم المشروع اكبر من وقته وامكانياته البشريه المتوفره للايه. الاشراف الحكومي والاستشاري لازم زي ما قلنا يبقى اقوى من جميع الاطراف اللي تحتيه بتشتغل معاه. ما يبقاش يعني ايه ويبقى عنده وقت انه يشرف. ما يبقاش انا مهندس حكومه او مهندس او استشاري ومعايا خمس ست مشروعات او سبع مشروعات وانا لوحدي، او انا ما معيش طقم يكفي لهذا الكلام. عدم موضوع عمل الصلاحيات بين المالك واداره المشروع بي ام او والاستشاري والمقاولين. الصلاحيات بين الاطراف المشروع المختلفه دول الستيك هولدرز، الكلاينت واداره والاداره المشروع البي ام او والاستشاري والمقاولين والسبلايرز، لازم يبقى في وضوح عامل الصلاحيات، كل واحد اوله فين واخره فين، ما يحصلش تعارضات. ما يبقاش هنتكلم على برضه على مسؤوليات البي ام او، ما يختلفش مع المالك وما يختلفش مع الشركه، ما يختلفش مع حد. ده الراجل ده اللي هو متخصص في المشروعات وعارف هو بيعمل ايه وعارف الدنيا ماشيه صح ازاي، وده النهج بصراحه اللي انا بنتهيه يعني. التاخير في اعتماد المواد والرسومات، يعني مثلا مكتوب ان ايه انك تعتمد المواد مثلا في مثلا بيدوا اسبوع عشان اعتمد مواد، او مثلا اسبوعين عشان اعتمد رسومات، ده كلام مش مظبوط. انا شخصيا من انجح المشروعات اللي عدت علينا كان لازم في تو ميتنجز في الاسبوع، واحد للستيك هولدرز كلهم وواحد لاعتماد المواد واعتماد واحنا قاعدين ومتابعه الرسومات. هل انا في رسومات متاخره في الاعتماد؟ مفيش حاجه اسمها اقعد 15 يوم، دي يبقى اكوردنج تو السكيدول. ممكن تتكتب كده، وممكن يعني هنا بقى زي ما بقول الكونتراكت مانجر اللي يعرف يتصرف فيها. يعني انا البلان بتاعي، البلان اللي انا ما عامله اصلا مقدمه ان انا الرسومات هقدمها هاخد اعتمادها مثلا بعد اسبوع، يبقى ما يزيدش عن اسبوع، لان يعني دي عناصر العقد، والناس كتير مش فاهمه القصه دي، ان اي ورقه اتحطت من ضمن العقد اللي هم ست سبع عناصر اللي هي كلمه كونتراكت. الكونتراكت مش شروط العمل شروط الخاصه، يعني فيدك مش فيدك الكلام ده كله، دي شروط عمل شروط خاصه. انما بقيه اللي زي ما قلنا الرسومات، المواصفات العامه والمواصفات الخاصه، شروط العمل شروط العمل شروط الخاصه دي اللي هي الايه؟ اللي هي الكونتراكت، اللي هي ناس كتير فاكره دي الكونتراكت، لا الكونتراكت مجموعه الحاجات. التاخير في صرف المستخلصات ده برضه من الحاجات اللي هي وحشه جدا، لان انا لما بدرس مشروعي بعمل الكاش ان والكاش اوت، يعني ما يجيش انا ليا فلوس ويقعد ويجي اسمه ايه ده الكلاينت ما يدينيش فلوس في وقتها، لان على الالتزامات. ودي ميزه دراسه بقى الكاش ان والكاش اوت. بعض المشاكل الرئيسيه في مرحله التنفيذ، هروب العماله، بعد الامن والبعد الاقتصادي، دي برضو يعني يمكن في مصر دي مش موجوده كتير، لكن لو في اي بلد تانية هي بيبقى الـ 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 العامل او المهندس او اخره على كفاله حد معين وبيتعامل وحش او الى اخره، بيبقى فيه بقى بتوصل لمرحله ان العماله او الموظفين او حاجه بتهرب، ودي بتبقى بعد امني وبعد اقتصادي سيء جدا. قيام المقاول بصرف دفعه مقدمه غالبا 20% ويوجهها لاستثمارات اخرى غير المشروع، وتسبب ذلك في تعطل المشروع تعطلا شديدا.
انا ما باخد 20%، لو انا مقاول ناصح احطهم للمشروع، ما اجيبش اي حاجه تانية، ما اقولش دي فلوسي بقى واصرفها بشكل او باخر، لا للمشروع، لان انا في الكاش فلو اناليسيس بتاعي محطوطين 20% دول في الاول، خط كده طالع لفوق قيمه معينه هاخدها مثلا في الاول، ودي اللي بتشغلني، وفي لحظه من اللحظات يعني بيتقاطعوا الاثنين مع بعض. فالمهم ان لازم ايه، الدفعه المقدمه دي سلاح ذو حدين، لو مقاول شاطر وفاهم وبيعمل كل مشروع له ميزانيه لوحده، وده المفروض هتنجح وهتبقى زي الفل. خلي بقى تلبيس طوائي، باخد مشروع 20% عشان اصرف على مشروع تاني، او عندي اي استثمار تاني، او عايز شغل تاني، عايز فلوس او دي ابعتها له، يبقى انا بقى ببوظ المشروع، ببوظ نفسي. وشركات كتير جدا 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 تعثرت وقعت بهذا الشكل. عدم تقديم مقاول لخطه تنفيذ المشروعات كونستراكشن بلان، هذا نص صعوبه صراحه في شروط العقد. المفروض في شروط العقد المقاول يقدم كونستراكشن بلان، لازم يقول لي هينفذ ازاي، هينفذ بايه، بلاتزانا، بموسكي، بسليب فورم، بتاع الفورم، لازم يبقى فيه خطه تنفيذ المشروع وتعتمد، ما مش كده، ومش تعملها واحطها علقها احطها في البتاع، لا لازم تبقى عندي. وعدم تقديم مقاول برنامج الزمني ويتحدث لا يستخدم متابعه الاعمال بالمشروع، ودي عدم التوضيح في العقد لكيفيه التعامل مع مقاول في حاله عدم تقديم برنامج زمني ومتابعته. يعني انا شخصيا لو انا اونر والمفروض ان المقاول يعمل لي برنامج زمني وبتابعه يوميا واسبوعيا، اسبوعيا المتابعه الاسبوعيه دي، الاجتماع الاسبوعي ده ما بين المالك والبي ام او والمقاول والاستشاريين، ده من اهم الامور وسبب اساسي في نجاح المشروع. لان المشكله لما بتتحل في الاجتماع الاولاني غير ما تتحل مع الثاني، غير الثالث، غير الرابع، غير الخامس، واللي يبقى منتهى الصراحه وعدم احساس المقاول باهميه البرنامج الزمني بالنسبه للمشروع ومتابعته في تقدمه. يعني ناس كتير قوي تقول لك انا عندي برنامج زمني، طب فين يا عم، اهو زي ما بنقابل الناس دلوقتي، يا عم انت مش لابس كمامه ليه؟ تقول لي لا هي في جيبي اهي. لا طب بتعمل ايه في جيبك؟ ما انت يعني الكمامه عشان طبعا يعني اللي احنا فيه ده، اه لا ده انا معايا اهو. طب ما بتلبسهاش ليه؟ اصل بتخنقني، اصل مش عارف ايه. طب ما دي يعني القصد ان يعني ايه، ان انا البرنامج الزمني انا مش بعمله عشان احطه في الـ في الـ في الـ في الدولية ولا في الفايل، احطه عشان اتابع عليه كل حاجه، اتابع عليه تقدم الاعمال، اتابع عليه اعتماد الرسومات واعتماد المواد، اتابع عليه كل حاجه في المشروع. خلاص، عدم استخدام المقابل دي خطه جوده للمشروع، ودي من منتهى الاهميه برضو. خطه الجوده دي طبعا هي مرتبطه بالايزو، لكن حتى لو ما فيش ايزو يبقى خطه الجوده متبين فيها هيكل التنظيم بتاع المشروع، هيكل التنظيم بتاع الشركه، البروسيدر بتاعت الشركه ماشيه ازاي، شغاله ازاي، هدفها ايه، التشيك ليست بتاعتها بتاعت الاستلامات، واذا قدمها فانه لا يلتزم بتطبيقها، ممكن يقدمها يعني ايه، يعمل داونلود لخطه الجوده للمشروع. وممكن لو 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 استشاري ناصح او مدير بي ام او ناصح، عاده اللي بنزل مثلا من على خطه الجوده، من على الـ 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 الانترنت، بتبقى حاجات يعني ايه اعلى بكتير جدا واقوى كتير جدا من الايه، من المطلوب، فيقدر يلزمه بيها، ويقدر يعني ايه، يعني لازم تبقى معموله صح، خطه الجوده تتعمل بواقع مظبوط يعني. طيب، عدم التزام المقاول بتقديم خطه الامن والسلامه للمشروع، دي مهمه جدا لازم تبقى موجوده، اللي هي الاتش اس اس اي بلان، واذا قدم فهو لا يلتزم بتطبيقها برضه، ده كلام مش صح. عدم التزام المقاول بانتهاء من تجهيز الموقع والمكاتب لاداره المشروع في الوقت المناسب، برضه هنا في المفروض في موبيلايزيشن بلان، غير موبيلايزيشن بلان، وفي السايت بلان برضه، دي ان شاء الله دي موضوع برزنتيشن، ده جاهز ان شاء الله هنعمله برضه، يمكن نمره 5 او نمره 6، ان هو ان انا لما بقى ابتدي مشروع لازم احدد المكاتب بتاعتي، احدد المخازن بتاعتي، احدد الورش بتاعتي، احدد هتحرك ازاي، احدد اعمل ازاي على نفس الايه البلان نفسه. عدم وجود جهاز خاص مقابل المقابل لانهاء الفصوحات، الفصوحات دي اللي هي التصاريح يعني، والتنسيقات مع الجهاز ذات العلاقه، يعني دي كلمه خليجيه شويه بس، يعني دي اللي هي الايه، ان انا وانا في خلال المشروع بعمل
اي حاجه يعني، بعمل مثلا تصريح للمرور، تصريح الامني للشغل بالليل مثلا، بعمل اي تصريحات مثلا، تصاريح مباني، تصاريح العربيات مثلا للطرق، بعمل تصاريح لاوناش، تصاريح لاي حاجه. يبقى لازم يكون في جهاز خاص طيب من الاول مع اللي بيعمل الكلام ده. عايز اقول قوائم اعتماد المواد عن طريق برنامج الزمني. يعني انت برنامج زمني ما بتحطش فيه الماتيريال سبلاي، وده مهم جدا. ده في حاجه اسمها الماتيريال انجينير، ده بيبقى عامل ماتيريال ليست، وفي لونج ليد ايتم. لونج ليد ايتم الايتمز اللي هي محتاجه وقت طويل عشان تتعمل، او دي لها برضو قصه ان شاء الله يبقى نشرحها وقتها. وفي مواد، فالمواد دي لازم تبقى واضحه في البرنامج الزمني. انا ما يعني ان انا هشتغل بيها، يعني هجيب مواد للشغل اللي هعمله في الموقع في وقته. لو مش موجوده في الموقع، الشغل خلاص وقف معايا او اتعطل، هضطر بقى كله يجري ورا بعضه عشان يجيب مثلا سلك رباط، ممكن يبقى سلك رباط ناقص مش موجود. عدم وجود قوائم بالمخططات حسب التنفيذ وعدم ادراجها في البرنامج الزمني. عندنا دي الايه؟ الاسبيخ درونز، اللي هي قوائم بالمخططات حسب التنفيذ. يعني انا بعد ما انفذ لازم ابقى اعمل اسبيخت اول باول، ولازم تتحط في البرنامج الزمني وتتعمل في وقتها، ما تستناش للاخر. مشاكل رأي في التنفيذ، كلها حاجات على فكره دي سهله جدا، مش 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 جامده زي البلاننج وزي البروكيورمنت وزي الدراسات. يعني عايز قوائم بالموردين للاعتماد. المفروض اي 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 بي او كيو او اي اوف اي اي كونتراكت يبقى فيه اللي ايه اللي هو يعني اللي هي يعني توصيف للمقاولين. يعني مش يعني ممكن يبقى خمسه سته وتسموا بالاسم، ما فيش مشكله. سبلايرز او سب كونتراكتورز او اي حاجه، اللي هو الايه بيسموها ايه ليست ايه يعني ليست بالموردين اللي انا هوافق عليهم كلهم. يعني اعرف واشتغل معايا قبل كده كمالك او كصاحب او كاصحاب مشروع، ان دول يشتغلوا معايا اختار اي حد فيهم، لان اعرفهم واعرف مستواهم واعرف كل حاجه فيهم. يعني عدم قوائم بمقابل الباطن المعتمده من الشاري والمالك، لازم يبقى فيه برضه ايه السب كونتراكتورز ليست. وممكن اول برضه تتحط في العقد، اصل دايما بتحط دي او ايه او ما يماثله، سواء في الموردين او سواء في الايه في السبلايرز. انما بتبقى اسهل، لان طبعا لو انا شغال مقاولين باطل عندي في مشاريع قبل كده، وانا مالك اعرفهم، هات فلان وهات فلان وهات فلان، ما بقولوش ما بسميش بالاسم. يعني ما اقعدش نفسي في موقف ان انا واخد منه، لا هات فلان او فلان او فلان او فلان او فلان، واحد من الخمسه دول. يبقى انا ايه ما يبقى انا مفيش يعني ايه مفيش حاجه غلط، يعني ما دخلش حاجه غلط ولا دخل فكره غلط. عايز اقول برنامج خاص باجتماعات المشروع لمتابعه الانتاج بشكل دوري. لازم في المقاولات، لو انا بدي مشروع مقاولات لازم يبقى في ديلي ميتنج. ديلي ميتنج انا مش بجيب عشان اخطب فيها، لا ده ديلي ميتنج عشان اشوف الناس كلها، لا احكي مشكله صغيره بتتحل في ساعتها. مفيش مشاكل يبقى احنا شربنا شاي مع بعض في 10 دقائق في نص النهار وبالسلامه. انما في تتحل في يوميها، لو قعدت استنى في ثاني يوم هتكلفني اكتر، ثالث يوم هتكلفني اكتر، لو قعدت شهر ممكن المشكله دي تتحول الى مشكله كبيره جدا وما تتحلش. فالديلي ميتنج في مشروع المقاولات مهم جدا 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 جدا، عاده بيحضره المقاول مع الطقم بتاعه مع التيم بتاعه، مش مع المالك بقى ومع البتاع. الويكلي ميتنج لازم يبقى في ويكلي ميتنج، يكون في بقى ايه كل الاطراف، كل الستيك هولدرز بتاع المشروع، الدارس ستيك هولدرز، المالك والبي ام او والكونسلتنتس وكل الناس اللي موجوده. عدم وجود الارشادي لعمل خطط الامن والسلامه للطرق والانفاق والجسور والمباني. المفروض بقى ايه يبقى اللي هو السيفتي الاتش اس اس اي بلان للطرق والانفاق والمباني، يعني كل واحده لها ايه سيستم معين، لان بتختلف من مشروع للتاني. يعني مشروع البترول غير 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 المشاريع العاديه، مشروع فيلا لدور او دورين غير مشروع تاورز، مشروع طريق غير مشروع انفاق. يعني كل حاجه لها 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 مستوى صرف معين، مستوى حاجات معينه عشان نحافظ على الايه على الناس، عشان يبقى الانتاج بتاعه ما يبقاش على حساب حد. عدم الالتزام بتحقيق خطه الجوده ولا خطه الامن والسلامه في حاله وجودها. انا قد خطه الجوده حلوه قوي كويس قوي، وقد خطه الامن والسلامه انما ايه ما بنفذهاش. دي موجوده في الموقع عشان اقول ايه زي موضوع كمامه اللي في جيبي، انا معايا كمامه في جيبي اهي،
يعني يقول لك فين خطه الجوده، وهي هي اطلعها له من ورايا. لا، خطه الجوده دي تبقى مطبقه ومتبعه وتتعدل لو في حاجه من حاجات التعديل. الامن والسلامه نفس القصه بهذا الكلام، وبيتابع وبتعمل له KPIs وكل حاجه لازم تتعمل. يعني الكلام ده كله والله ما هو نظري، انا مشروع التسجيل ده عملتها وكل هذا الكلام كان موجود فيها، ومشروعات تانيه طبعا حاربنا ان يتعمل فيها هذا الكلام، ونجحنا في مشروعات تانيه. يعني الله 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 معهم بقى، اللي هم الناس اللي رفضت ان هي تنفذ هذا الكلام، وفي للاسف شركات قفلت كتير، يعني قفلت شركات مش مشاريع تعثرت، لا شركات قفلت. عدم وجود سماعات دوريه خاصه لخدمات العينات والالوان اللي كنت لسه بقول دلوقتي، ان انت بيبقى فيه ويكلي ميتنج اعتماد العينات والالوان، خصوصا انت البنود اللي عايزه راي الملك اساس الاعتماد. يعني في لحظات معينه الملك لازم موجود في اعتماد الحاجه. يعني انا عايز لون مثلا، لو انا بعمل فيلل، بعمل عمارات، او بعمل اي حاجه، عاده بيبقى في موك اب، عامل شقه موك اب او شقتين او ثلاثه لها الوان معينه ولها فورم معينه، فدي لازم يبقى فيه ده اجتماعات يعني عادة أسبوعية عشان ما يتأخرش برضه. ما فيش حضرنا اجتماع وشربنا الشاي مع بعض متشكرين، السلام عليكم. وعليكم السلام. الحلول المقترحة بقى مرحلة التنفيذ، التدقيق بدرجة الرسومات والتصميمات مقدمة لشارع الدراسات والتصاميم والتأكيد على توافقها على الظروف الواقعية. تقوية أجهزة الإشراف الحكومة الاستشاري وعدم تحملهم بأعمال مشروع أكثر من طاقتهم، وده كلام واضح بقى، يعني مش ما فيهوش التفاهم والتوضيح الكامل للصلاحيات من المالك وإدارة المشروع الاستشاري والمقاولين، إزالة كل التأمينات عدم الورود السابقة المشاكل، وستبين الحلول من ذلك. مرحلة بقى، إحنا في آخر مرحلة، ويعني طبعا هي طويلة قوي اللقاء ده، بس بعد كده اللقاءات مش هتبقى طويلة كده، خلي بالنا. يعني دول اللقاءين اللي فاتوا، وده اللي إحنا بنشرح بقى العموم بتاع أهمية إنك تبقى مدير مشروع وتبقى مدير مشروع دولي. الكلام ده لو انت بقى عرفته وحسيت، عشان كده كنت بقول لهم ايه، او بقول لكم ايه يا اخوانا، اللي عنده حد يهمه خليه يجي يحضر معانا اللقاءين دول، اللي ما حضرش يدخلوا على اليوتيوب في باشمهندس محمد ابننا، هيقول لكم تدخلوا ازاي. الباشمهندس عمر، الباشمهندس اسامه، يعني الناس الفاهمه دي تقول لكم بقى تدخل ازاي وتراجع الكلام ده ازاي وتبصوا، هو متقطع حته صغيره، يعني لازم خش على اليوتيوب وما يهمكوش يعني، وخش فيه. اللي عنده اي سؤال اي حاجه يحضر الميتنجز ويسال كذا، احنا فري. مش يبعت لي على الـ على الـ على الـ على الواتساب هرد عليه. يعني احنا الموضوع هدفنا الاساسي نشر ثقافه الاداره العلميه العمليه للمشروعات ما بين زمايلنا واساتذتنا واخواتنا وابنائنا واحفادنا في 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 عموم المنطقه. يعني على وجود برامج صيانه لجميع عناصر المشروع خلال فتره الضمان. يعني المفروض ان انا وانا بسلم المشروع مرحله السنه الابتدائي بعمل يعني ايه اللي هو صيانه، اللي هو يعني برنامج صيانه اللي هي بريدكتيف مينتنس لجميع عناصر المشروع. المينتنس طبعا يعني مش بالمباني نفسها، الحاجات الاساسيه، لا، في حاجات ميكانيكال، في حاجات الكتريكال، لما اسمه خلال فتره الضمان. عدم الالتزام بتفعيل تسليم جميع مستندات المشروع من المقاول الشركه للمالك. بيبقى المستندات بتبقى هايصه، وفي عقود كثيره جدا ما بيبقاش موجود فيها ان لازم تستلم المستندات بتاعت المشروع كله، لازم تتسلم من المقاول والاستشاري للمالك ترجع له تاني. النهارده عشان كده اهميه البيم بقى ايه؟ انا كل اللي هعمله هاخد النتيجه، لان البيم بيحتوي بيشمل كل حاجه، بيوصل 10 11 دايمنشنز. المهندس عمر بقى والمهندسين بتوع البيم يعني يتكرموا علينا بقى بلقاء او اثنين من ضمن اللقاءات دي، واشرحوا لنا بقى الايه؟ الكلام الجميل بتاع البيم دي بالتوفيق بقى من انت ايه؟ من الكعبله بتاعت تسليم مستندات المشروع، اوتوماتيكالي كل حاجه بيانات المشروع من ساعه ما هو فكره لغايه ما يتسلم بيبقى موجود من ضمن
البيم البيلج كونفيجريشن موديلنج بتاع المشروع. عدم اختبار اجهزه التكييف والاجهزه الالكترونيه بوصف جهه معتمده. يعني اجهزه التكييف والاجهزه الالكترونيه دي مش اي حد يعملها، انا مهندس بقالي 200 سنه، لكن التكييف اجهزه الكترونيه اي حاجه لازم كل واحد متخصص وجهه معتمده هي تختبره هي تستلمه. حتى في الحقيقه هو المجد الدورات التدريبيه الاداره والصيانه المنصوب المالي. المفروض ان من ضمن البروسيديورز او البروسيسز بتاع التسليم النهائي للمشروع ان انا اكون دربت ناس على اداره الفاسيلتي دي بالحاجات اللي فيها. لو انا عامل لازم اوريهم اتعمل ازاي والصيانه بتاعته ازاي، الاداره والصيانه لازم يبقى في ولا وفي بامفلت لكل حاجه، ومعمل لهم دورات تدريبيه للناس كلها من اول لاخرها. في خلال سنه الصيانه اللي هي السنه اللي هي اللي احنا بنسميها سنه الضمان بيعمل بنحصل ايه؟ بنعمل لهم تريننج. عدم وجود اجراءات او دي الاجراءات لازاله اعمال مكات والدات معدات الى اخره يعني محاسن ابتدائي. دي موبيلايزيشن بلان. الحقيقه يعني ثقافه الديموبيلايزيشن بلان دي انا مش شفتهاش كتير، بس دي موجوده. ساعات الديموبيلايزيشن وانا اللي اتعلمت الكلام ده اللي علموني والله واحد كان شاب سعودي جميل كان ماسك في سنه 93 كده كنا في الجنوب. الحقيقه انا لقطت منه موضوع الديموبيلايزيشن بلان، لان كان شركه تشغيل وصيانه وانا بنشتغل مع بعض هناك، هو كان يعني شغال في الشركه من زمان، عملت المشروع ده للشركه. قال لي كلمه وانا ما زالت في دماغي، الديموبيلايزيشن ممكن يكلف الشركه اكتر من الموبيلايزيشن. يعني الديموبيلايزيشن عندك اسعار عمال، عندك ازاله مكاتب، عندك نقل حاجات، عندك حاجات كتير جدا ممكن لو ما اتحطتش في الحسبان، ما اتحطتش في الكوست بريك داون، في الكوست مانجمنت، ممكن تخسر. عدم وجود دليل اجراءات لتسليم المشاريع ولا دليل تشغيل الاجهزه المعدات. لازم يكون دليل اجراءات تسليم المشاريع واجهزه المعدات بيبقى موجود. عدم التزام بتقديم كافه المستندات الفنيه ولا كتابات الصيانه او الضمانات لتشغيل الاجهزه المعدات لجميع عناصر المشروع. عدم نص عقود المقاولين بتامين قطع غيار لفتره الضمان الابتدائي. في حاجتين بيبقى عندك، لازم يبقى عندك اللي هي سبير بارت لسنه الضمان، يعني جميع انواع الالكتروميكانيكا اللي عندك وريكومندد سبير بارتس بقى موجوده من ضمن. للاسف برضو بتتنسى في عقود كتير. انا وانا بستلم المشروع في ريكومندد سبير بارتس، من ضمنها لو انا عندي مثلا انواع من السيراميك في عاملينها لازم يبقى عندي نسبه منها، انواع من الرخام، حاجات اللي هي ديسبوزابل اللي بيبقى عندي في مخازني وبتسلم مع طبعا الكلام ده غريب شويه على ناس كتير، لكن لازم تبقى هذا الكلام لازم يكون موجود. سنه الضمان السبير بارس المتوقعه طبعا احيانا بتحتاج انك تعملها، وبعد كده في بقى الريكومند سبير بارس لكل جهاز من الاجهزه دي لازم يبقى موجود مع تسليم الجهاز نفسه او الاجهزه الميكانيكا. ليه؟ عشان انا ابقى كمالك او كواحد اخذت مشروع الاوبريشن ابقى محضر عندي سبير بارس دي للسنه اللي قدام او سنتين قدام او زي ما انا عايز بقى اشوف. بمشي وابقى متاكد بان انا عارف هجيب سبير بارس بتاعتي منين. مرحله الاستلام الابتدائي والنهائي بعض المشاكل الرئيسيه برضو تاخير الاستلام الابتدائي، عدم وجود خدمات البنيه التحتيه. انا اخلص المباني بتاعتي واخلص كل حاجه من اول لاخرها، بعدين اجي ابص الاقي ان مثلا ما فيش ميه، ما فيش مجاري، ما فيش حاجات من هذا القبيل. فطبعا يبقى الاستلام الابتدائي المالك بقى يقول لي لا مش هستلم، لا انا مش عارف اجرب الميه، مش عارف اجرب مش عارف ايه، ده مش مشكلتي. لكن دي بقى ايه؟ دي احد الحاجات الناتجه من عدم الالتزام بالايه؟ بالاستراتيجيك مانجمنت. تاخير اجراءات صرف الضمان النهائي. برضو دي يعني دايما بقى ايه؟ للاسف في ناس كتير بتيجي تستحر بقى تستخسر تقول لك ما المقاول ما كسب، ويبقى المقاول طفحان الدم ومستني الضمان النهائي بتاعه يتاخروا في الصرف، يتدلعوا عليه، يعملوا عليه، انما ايه؟ للاسف. دي بقى النقطه اللي كنت لسه بقولها دلوقتي، عدم وجود ثقافه التخطيط السليم لتسليم المشروع. ديموكراتيشن بلان. بنقول بقى الحلول المخترعه بقى على المستوى النهائي، يتم ازاله كلمه عدم من اول جمله، ما
ودينا عدم تأخير الاستلام الابتدائي. أنا خلصت استلام ابتدائي، ببعت لو أنا ماشي صح كمقاول، ببعت بقول للأونر والبي إم أو أنا هخلص بتاريخ كذا، وأنا بشتغل أنا عارف إن أنا يوم كذا هكون مخلص ومنظف ومجهز لإحسان المشروع. عدم تأخير يؤثر في الضمان النهائي. ما يجيش بقى الطرف الأول يأخر بقى يبتدي يلعب يعمل، فدي حاجة إيه طبعا لا ترضي ربنا ولا ايه ولا تدي ثقه فيه، وهتلاقي الناس اللي هي المقاولين ما حدش بيجي له بعد كده. ده على ثقافه التخطيط السليم لتسجيل مشروع الدم بالشكل. المشاكل العامه الرئيسيه بدي اعتقد دي اخر النقط، عدم الاعتناء بالدراسات وتصاميم المواصفات، اسناد الاعمال من الباطن بطريقه عشوائيه، لازم المقاول الباطن لازم يتحضر صح، ضعف الاشراف على المشروعات سواء ذاتيا بواسطه مجلس الجوده او فرديا من قبل الشركه، ضعف كفاءه اعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي. بشكل عام رسائل تقويه العلاقه بشكل او باخر بين المقاول والمالك، قلنا هنقولنا الكلمه دي واحنا شغالين على حساب العلاقه بين المالك والاستشاري، مما يسبب احساس الشركه بضعف امام المقاول، مما يؤدي الى خلل خط القوه في المشروع، ويسبب تراكم من الشركه وتعاصي المشاريع، حتى بمجرد احساس استشاري من المقاول يستطيع تاثير على المالك وعلاقه الاستشاري. صرف دفعه مقدمه كبيره في تصل 20% مع قيمه نقوم بتوجيه الاستثمارات الاخرى بعيده عن المشروع. وانا شخصيا اقترحت ان يبقى فيه بنك تمويل للمقاولات، ما ياخدش ال 20% في الاول، لا يعني بيبقى ايه بيموله وهو شغال وهو بيعمل البروكيورمنت للمشروع بناء عن فواتير جايه من الموردين بتوع الحاجات. ده حل انا اقترحته طبعا، يعني احنا ما حلناش في مواقع مسؤوليه او في مواقع يعني مسؤوليه رسميه ان انا اقول هذا الكلام، بس انا رايي ان يتعمل بنك او بنوك تمويل المشاريع المقاولات. مفيش حاجه اسمها ضمان 20% من الاول، لا انا جبت بنك اهو، يا بنك اهو تصرف لك على قد ايه اللي انت تصرفه على المشروع. الصراعات الداخليه داخل المؤسسات خصوصا شركات المقاولات المملوكه العائله الواحده، وخصوصا بعد الجيل الاول من المؤسسين، ان دايما شركات المقاولات بيأسسها مثلا واحد بتدخل مع اسره بتبقوا ولاد عم بيبقوا كذا كذا، بيبقى فيها مشاكل معينه. اذا ربنا قدرنا وادانا عمر ان شاء الله بقى نعمل برضه برزنتيشن بخصوص الشركات دي، لان دي شركات خاصه جدا واتحلت المشكله دي، يعني الغرب حلها من اكثر من 50 60 سنه لما فصلوا الملكيه بتاعت الشركات اللي هي العائليه، فصلوا الملكيه عن الاداره، يجيبوا مديرين لها ويحاسبوهم كل فتره. والمشاكل العامه الرئيسيه استخدام وقود واضحه ومحدده ومتوازنه مع المحاسبه الفوريه لتجاوز سواء المحاولات او الشركه. استخدام العقود غير متوازن يؤدي الى استقلاق طرف على الاخر، مما يجعل الطرف الثاني يضطر لايجاد حلول لكسب غالبيات التوقيت تؤدي في عصر المشروعات. الله يرحمه عبد الرحمن الكويت قال ايه؟ الاستبداد هو اصل كل فساد. لو انا برضو استبديت في بيتي عملت استبداد في بيتي، كل ولاد حشمين استخبوا كانهم مؤذبين، هم مش مؤذبين ولا حاجه. لو اي واحد عمل فيها بقى مستبد ان هو الراجل اللي عمل بقى كذا كذا، كل ده مش مظبوط. يعني ايه ولا كنت فضلا غليظ القلب من فضل من حولك، واحنا نبقى يعني ايه يعني لينين، ونبقى لما نفكر وين وين سيتويشن، وان اي حد يدخل في اي مشروع لازم تبقى الكسبان. استعمال انواع اخرى من عقود المقاولات، عقود الكميات هتكلم في الكلام ده، في اللامسام بروجكتس، في الكوست بلاس بروجكتس، وده انواع كثيره جدا، دي هتبان برضه في الكوست مانجمنت، وده برضه اللقاء هيبقى جميل جدا. يعني يمكن مش اللقاء اللي جاي، اللقاء اللي جاي نخليه خفيف شويه من اجل الكوست مانجمنت ده، بعدين لان هو طويل يعني. على دراسه نظام المشتريات وتفصيل تقريبات الانظمه، التعقيد يؤدي الى الفساد. حلول مشاكل العمل الاساسيه، تبسيط في الانظمه والاجراءات الشفافيه والعدل في التعامل، يؤدي لسوء الامور وسائل العمل، ويقلل احتمالات الفساد ويؤدي الى التعثر. التدريب على المهارات الاساسيه لحل المشكلات والتصرفات الفعاله والعلاقات التنظيميه، كل ده هنتكلم فيه، دي برزنتيشن موجوده، بروبلم سولفنج والكوميونيكيشن والتيم بيلدينج واداره الموارد البشريه والتحفيز الموتيفيشن، كل ده مالك كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه في اللقاءات اللي هي اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ربنا يدينا عمر يعني. تعامل فلسفه استخدام باكات المتخصصه في اداره المشروعات منذ المراحل المبكره للمشروع. يعني لو انا هجيب بي ام او، لو انا ما عنديش بي ام او، انا افضل عاده ان انا كمؤسسه او كشركه مالكه يبقى البي ام او بتاعي انا اللي عيونه بيبقى بتاعي انا وعارفني وبتاع، مش اي بي ام او من بره يبقى هيحصل عاده بيبقى فيه ايه دايما بروبلمز ما بين الناس اللي في الشركه وما بين البي ام او. تعيين مدير مشروع من مرحله الدراسات والتصاميم،
لازم دي مشروع يتعمل الاول خالص. عمل نماذج عمليه مختلفه لاداره المشروعات طبقا لحجمها وطبيعتها وتطبيق قانون اداره المشروعات العمليه. ده حلم الاحلام اللي انا بفكر فيها، اللي هي ايه؟ نعمل مودلز لبروجكت مانجمنت ديفرنت تايب اوف بروجكتس، يعني مشروعات صغيره بقى لها موديل غير اكبر شويه غير المشروعات الايه؟ الميجا بروجكتس. وضع تشريع للشركات والمكاتب التشريعيه تقييم على اساس وجود العدد الكافي من مدير المشاريع والمؤهلين ضمن لجنه تنظيم الشركه. العنايه والتثقيف في سلام اعمال الدراسات والتصميمات الاخيره على مطابقه واقع المشروع. تدريب جميع الكوادر الحكوميه والادارات العليا للشركات والمؤسسات على الاداره العلميه وضبط تطبيق نجاح حقيقي في هذا التدريب. يعني كل الناس مش حاجه اسمها يتدرب كده، مش حاجه يبقى اسمه مدير موقع وما يعرفش اداره. لا، هو مهندس كويس لكن لازم يعرف اداره عشان يمسك مدير موقع. يعني بعد كده هيبقى مدير تنفيذ، بعد كده هيبقى مدير مشروع، بعد كده هيبقى مدير برامج، بعد كده هيبقى مدير بورتفوليو، بعد كده هيبقى مدير شركه. فلازم طول ما هو ماشي يطور الاداره بتاعته عشان يوصل لانه يبقى يمسك كويس يعني. سرعه اعتماد العينات والخطط اللازمه لاداره المشروع ومقدم شركات المقاولات. تطوير نظم التحكيم في فض النزاعات. برضه ممكن نتكلم شويه على الاربيتريشن، لان برضه في ناس مش فاهم الاربيتريشن صح. الاربيتريشن ده ان انا بعمل قضاء اتفاقي يعني. يعني ان شاء الله ما نتكلم عليه اذا ربنا ادانا عم. عمل بنك انشاءات بدل من الدفعات المقلله من بنك الاستثمار في تمويل المشاريع. ده الاقتراح اللي لسه قلته دلوقتي. وضع سلم رواتب، دي حاجه مهمه جدا، سالري سكيل لجميع المهندسين او لجميع الموظفين يعني المتماسكين. يعني ما يبقاش مهندس الشركات في القطاع الخاص بياخد مثلا 20,000، مهندس الحكومه بياخد 3 أو 4 أو 5. لا، يكون في سالري سكيل متفق عليه معتمد من النقابه ان الرينج بتاع الكلام ده كله عشان ايه؟ محدش ايه؟ كله قريب من بعض القطاع الخاص عشان ايه؟ يتلاشى الحقد والحسد من الاطراف المختلفه في المشروع ويراعي الزيادات الحادثه والتضخم المتوقع. اعطاء مجلس الحكومه سلطات الضبطيه الفنيه سواء اعمال التنفيذ او الاعمال الامن والسلامه وضع المشروعات التابعه لهم. ودي يعني ده اللي انا عشته في بلد زي دبي، بلد زي ابو ظبي. لو مهندس الحكومه دخل لقى الكواليتي مش مظبوطه يقفل المشروع، لقى السيفت مش مظبوطه يقفله ويحاكم مدير المشروع. نشر ثقافة خطورة الفساد على المجتمع بشكل عملي ومباشر وخطورته على من يلجأ إليه على أساس أن الفساد الذي يؤثر على الجموع التوبة عنه تكاد تكون مستحيلة، لأن الله يغفر فيما يخصه ولكنه لا يغفر ما يخص المظلوم من البشر إلا برد المظلمة. وكيف يصل أي فساد أن يرد موضوع المجتمع كافة؟ هذا إذا قرر التوبة عنها. دي بقى يعني ملخص من تجارب الحياة. لو حد، ودي دايما اللي احنا بنقول لابنائنا المهندسين، اوعى تلجا لمكسب بطريق غير اخلاقي او يعني تخسر شرفك. لان انا مش هتكلم على ان ربنا هيحاسبه وهوديه النار والكلام ده كله، ده انا ده 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 رول ثمب، ده غلط هيحصل بينه وبين ربنا. انما هو كمهندس عمره ما هيترقى، عمره ما هيتعلم. اللي هيعتاد ان هو يكسب بشكل مش مظبوط عمره ما ايه ما هيقدر يتوب توبه. يعني هو هياخد يعني، وخصوصا حاجه، وخصوصا المال العام. خلي بالنا يعني لو انا موظف في حكومه او لو انا موظف في مؤسسه او موظف حاجه زي كده وتكسبت كسبه حرام، ده لا يغفر، لان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر ايه؟ ما يخصه. انما انا دلوقتي ظلمت واحد وخدت منه كده، ربنا هيجي يوم القيامه يا اما هياخد من حسناته اذا كان عنده حسنات يديها للظلم خلاص، او هياخد من سيئات الظلم بالسهل هيديها للتعب. يبقى دي يعني الواحد نعمل حسابنا ان المال العام، وزي الله يرحمهم علمونا واحنا في شبابنا، الله يرحم الوالد قال لي لو اخذت جنيه من شغلك انت سرقت 40 مليون، ايامها كانت مصر 40 مليون. لو انت اخذت 1000 جنيه من واحد انت اخذت من واحد بس. فالمال العام، احترام المال العام وعدم التسيب فيه او عدم او ظلم، يعني اخذ حاجه بالمال العام بدون حق، ده حسابه عند الله اكبر كتير جدا من اي حد.
واللي هيروح لربنا بحاجه من المال العام هو بقى القادر على انه بقى ايه ياخد بتاعه. وضع التسويه ملزم وجوب للشركات والمنتجات الشرعيه حتى الجهات الحكوميه لعمل البرامج التدريبيه وعمليه مناسبه لاداره المشروعات. لابد لازم يبقى في اداره مشروعات طول حياته. بقيت مدير موقع اديله اداره موقع، اداره الحاجه الفنيه بتاعته. خلاص بقى 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 بقى, بقى مدير مشروع لازم ياخد اداره مشروع. بقى مدير شؤون فنيه لازم ياخد اداره شؤون فنيه. يعني اداره مش وبعدين الاداره مش جامده. ده الاداره في ال 20 سنه الاخرانيين دولت تطورت تطور بتاع قرون بتاع قرون. التخطيط الاستراتيجي العام ينبغي ان يقوم الاعداد مدير المشاريع بطريقه علميه ومنهجيه. وضع حلول علميه متكامله وشامله وعمليه لكل هيئه وتنظيم تتناسب مع البيئه الداخليه والخارجيه ولا تشمل. دي هنتكلم عليها ان شاء الله فيها في عندنا البروجكت انفايرمنت انترنال انفايرمنت في المايكرو انفايرمنت وفي الماكرو انفايرمنت. دي هنتكلم عليها ان شاء الله في ايه؟ في البيئه في بيئه البيئه في بيئه المشروع والاطراف والستيك هولدرز. تاهيل الكوادر البشريه، تنظيم وتحسين مساهمه البيئه الداخليه، وضع خطه تعليميه وبطاقه التعامل مع البيئه الخارجيه. ايه ده؟ دعم نشر ثقافه اداره المشروعات ورفض الحلول المستمر، عاملين مواد كذا، تطوير مستمر واتلام احدث النظم والاساليب والطرق عن برنامج اداره الوقت في التردد في اتخاذ القرارات، دراسه ومعالجه الصراعات كرايسيس مانجمنت برضه هنتكلم عليه في ان شاء الله في شركه مكان القوات العائليه. ثم بعد الجيل الاول اللي كنت بقوله دلوقتي ان ايه قامت نظريه الفصل بين البقيه والاداره. في الخاتمه اسمحوا لي ان احييكم جميعا صفوه الصفوه من اساتذتي وزملائي وابنائي الحاضرين معنا، وادعوكم جميعا للتواصل معنا دائما، مشاركين للافكار، متبادلين الفكر والثقافه والمعرفه، وان يكون يومنا هذا بدايه للتطوير والتحسين المستمر لنا جميعا نحو ريادة التعمير والتطوير في جميع مناحي الحياة، والتي تقودونها بصفاتكم صف الصفة من المهندسين العظماء. وشكرا. في انتظار أي جزاكم الله خير أستاذ نائب، شكرا حضرتك. وإياكم حبيبي وإياكم. باشمهندس عمر؟ حضرتك أستاذ. أهلا بيك باشمهندس، صوتك يعني خلاص يعني الأذان حبيته يعني. الله يكرمك يا استاذ، الله يبارك فيك. معلش انا اسف على التطبيق بس هم دول بس يعني اللي جايه مش هتبقى طبعا كده. تمام يا استاذ، لو افاد اي اسئله بس بعد اذنك. انا تحت امرك بس الصوت عايز يتوضح شويه يعني في غلوشه. فندم بس لو فهمت يا حضرتك استاذنك، بس لو في اي حد عنده اي اسئله يسالها لحضرتك. قوي قوي قوي، ويلكم ويلكم ويلكم. انا احنا موجودين وبالعكس ده الاسئله دي اللي بتوصل للحوار وبتدي للقاء يعني ابعاد جميله يعني. كلنا جزاكم الله بالخير. وياك يا حبيبي. طيب اللي عنده اي اسئله؟ لو في حد عنده اي اسئله اعمل بس راس هاند. ما فيش احراج، ما فيش اي حاجه يعني اي. الحمد لله ما فيش اسئله الحمد لله. يعني ما هو يا اما الناس بقى يعني الحمد لله كل الامور وصلت و و و و ويعني في يعني يا اما زهقت بقى يعني مش عايزه يعني. لا الناس كلها والله قاعده قايل مع حضرتك وقاعدين وجاهزين للحاجات. لو في اي اسئله حد عايز يسال في الشات او يسال بصوت اي حاجه انا استاذ احمد اتفضل. هل وضع بند في حاله زياده الاسعار بيزود سعر البنود؟ هل ايه؟ وضع بند في وضع بند ايه؟ وضع بند في حاله زياده الاسعار بيزود سعر البنود. الصوت مش 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 مش, مش واضح. هو احنا هل وضع بند في حاله زياده الاسعار بيزود سعر البنود؟ في حال زيادة الأسعار إيه؟ بيزود سعر البنود؟ طبعًا. طبعًا ده 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 عاد ده 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 في حاجة كمان خلي بالنا. القانون الأخراني أنا فاكر القانون 119 القانون الأخر قانون هنا مصري بيدي الحق للمقاول إن هو كل ثلاث شهور
بيزيد السعر بالسعر يعني، مع زيادة سعر البترول يعني، يعني فعل ان كل انت كل 3 شهور الاسعار من حقك انك تزود الاسعار يعني، ده موجود طبقا للقانون دلوقتي، طبقا للقانون موجود موجود، فيعني ده عادي يعني 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 سعر اي حاجه بيزيد طبعا طبعا، الحاجات الاساسيه ودي بالقانون دلوقتي، دي بالقانون. تمام يا استاذ. طيب اي حد عنده اسئله؟ اسئله تاني؟ احمد مصطفى. احمد مصطفى كان كاتب يسال سؤال. أؤمر أشيل الشير بكل، أقول أؤمر باشمهندس أحمد، باشمهندس أحمد مصطفى، سامع اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مؤاخذة حضرتك، أنا طالب وكنت ناوي إن شاء الله أدخل مشروع إدارة مشروعات، أيوة. فكنت عاوز لو حضرتك ترشح لي مثلا كتب ممكن أقرأ منها في إدارة المشروعات أكتر ممكن تفيدني. بص هقول لك على حاجة، هي إدارة المشروعات كتب كتير، هو أشهر واحد في العالم هارولد بيرسنر، في حاجات كتيرة جدا. لو يعني انا اي حد بنصحه دلوقتي عايز يشتغل في مشروعات، خليك معانا خليك معانا خليك تابع معانا، تمام. وادخل على الـ على الـ على اسمه ايه ده، المهندس محمد الحقيقه، المهندس عامل شغل كويس قوي، الفيديوهات تخش اتفرج عليها واسمعها وتابع معانا خلاص، يعني دي تمام. اسرع طريقه واحسن طريقه، دي مش دعايه لحاجه احنا يعني، مش بس انا بقول لك لا يعني لا، ايه، ده جزاك الله كل خير يعني، ربنا يخليك. واي وقت اي وقت ريدي يعني، الانترنت موجود كتير جدا، كتب كتير اداره مشروعات، بس انت اصل انت اداره مشروعات لازم تحدد حاجه معينه، هل انت داخل مشروع كبير مشروع صغير، هل فيها تطبيق معين، ولا هتاخد مشروع من اوله تعمله مثلا تعتمد عليه مثلا تاخد الفيزز بتاعته من اول اخرها من اول يعني، يعني هيبان لك الكلام ده لما يعني راجع بس المحاضره اللي فاتت، اللقاء اللي فات، وراجع اللقاء بتاع النهارده، وانت بقى شوف تحب تشتغل في ايه، واخد بالك، تمام. وبدون حرج وبدون اي حاجه، اي وقت اي حد عايز اي حاجه في اداره المشروعات او في اداره الشركات، احنا موجودين تحت امركم جميعا. شكرا جدا، ربنا يخليك. شكرا ده جدا. امر كان صح. الله يكرمك. السلام عليكم. طيب. لو سمحت اللي عنده سؤال اللي يفتح المايك على طول ويسأل. هو في حاجة في الصوت، في حاجة في الميكروفونات ولا حاجة، ولا انا ولا يعني الصوت ما بقى يعني الصوت اللي جايني مش واضح، مش تمام. اتفضل. في سؤال من باشمهندس سامات بيقول هل في نهاية الدورة هيكون في مشروع كنموذج؟ ممكن دي فكرة كويس، هو احنا ماشيين هيلاقي حاجات ابلكيشن يعني، ماشيين يعني هتبسط يعني، بس دي فكرة كويسة برضو. لا هو الحقيقة انا بحب حاجة، انا بحب ان الحضور يعني احد انواع الحاجات اللي هي بتخلينا نعرف ان هو استفاد، ان هو يختار نقطه ويعمل لنا عليها برزنتيشن. احنا هنتكلم على تيم بيلدينج، وهنتكلم على كوميونيكيشن سكيلز، وهنتكلم على ال هاو تو دو برزنتيشن، فاهم حضرتك، وهتكلم مع كل التكنيكال بقى على الكواليتي وعلى السيفتي وعلى كل حاجه، وعلى يعني كل حاجه هتكلم عليها خاصه بروجكت مانجمنت. فانا معتاد في اي تريننج بعمله اللي بخلي كل واحد يختار نقطه ويعمل لنا برزنتيشن مثلا 10 دقائق ربع ساعه، ده انا منتهج الكلام ده من زمان. تمام.
فلو كده ويبقى من ضمن يعني اي حد اللي عايز شهاده يعمل نقطه صغيره، دي احد الحاجات اللي هي هتؤيد ان هو يعني ايه فاهم وتعرف ونتكلم مع بعض واخر، لان البروجكت مانجر لازم يعرف، لازم عنده الجرأه والقدره والقوه ان هو يقف يواجه ويتكلم ويقنع. خد بال حضرتك، فيعني غير ما غير ما الناس فاكره يعني الموضوع بروجكت مانجمنت ده مش شهاده، يعني ما تكفيش الشهاده يعني. وده كلام احنا قلناه في البرزنتيشن اللي فات، ففي الكومبيتنسز كلها مختلفه زي ما قلنا، البيبل والبرسبكتيف والبراكتس. تمام يا استاذنا، الله يكرمك، جزاكم الله كل خير. هو الحمد لله كده الاستاذ خلصت، فنشكر حضرتك وان شاء الله مجمعين مع حضرتك باذن الله الدروس الجديده باذن الله. جزاكم الله كل خير. امركم في اي وقت، واي حد عايز، ايوه اي حد عايز يتصل يعني ياخد الايميل بتاعي وياخد الواتساب، ياخد اي حاجه تحت امركم جميعا يعني. الله يكرمك يا استاذ، جزاكم الله كل خير. شكرا ليك يا باشمهندس سامر، الف خير. شكرا حضرتك، الله يكرمك يا استاذ. شكرا يا باشمهندس محمد، شكرا للناس، باشمهندس محمود، شكرا للناس كلها يعني. شاكرين لك. شكرا حضرتك، الله يكرمك. والباشمهندس اسامه طبعا شاكرين له جدا جدا يعني. الله يخليك يا هندسه، تسلم. شكرا يا باشمهندس. باشمهندس محمود كتر خيرك برضه، ابو موجود معانا ولا مشي باشمهندس محمود؟ بحضرتك يا دكتور، الله يخليك. موجود باشمهندس محمود. اهلا بك يا محمود. الله يخلي حضرتك يا دكتور. شرفتنا. وانتوا يعني ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم، احنا مطمئنين على المستقبل لوجود امثالكم موجودين يعني في المجال ان شاء الله. ربنا معاكم، ربنا معاكم. شكرا جزيلا، والى لقاء قريب ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله. شكرا جزيلا. بامان الله. بامان الله. مع السلامه. بامان الله.